رائد احمد مراد من الحرس الجمهوري، حرس الشرف جاهز للتفتيش. Thank you.
أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام، مشاهدي التلفزيون المصري، في هذه التغطية الحية والمباشرة مباشرة لمراسم استقبال الرسمية للرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة. وقد استعرض حرس الشرف وعزف السلمين الوطني للبلدين. إذن هي علاقات متميزة تربط الدولتين، الدولة المصرية ودولة جيبوتي، تجمع بينهم علاقات وعلاقات صداقة متميزة، وذلك على كل المستويات. وقد شهدت هذه العلاقات السياسية بين البلدين تطورا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما خلال ترأس مصر للاتحاد الإفريقي في عام 2019. منذ استقلال جيبوتي عام 1977 تربط مصر وجيبوتي علاقات متميزة، علاقات ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ منذ هذا التاريخ تحديدا، وكان في التعاون في مجالات مختلفة، سواء في المجالات السياسية أو المجالات الاقتصادية أو حتى المجالات الاجتماعية. من أهم مجالات التعاون التي أثمرت خلال السنوات الماضية منذ أن تقلد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى رأس هذه المجالات مكافحة الفكر المتطرف والبنية التحتية والثقافة وأيضا الطيران والبحث والتعليم، وربط كل هذه المجالات بالتعاون الداخلي في الدولة الجيبوتية وأيضا التعاون مع الدولة المصرية. المشاورات الهاتفية لم تنتهي، ويذكر أن جيبوتي هي دولة عربية وعضو في جامعة الدول العربية، بالإضافة لعملها داخل منظمة المؤتمر الإسلامي، والتعاون ما زال مستمرا ما بين الدولتين على كافة المستويات. لكن على كل الأحوال أهلا بضيف مصر الكريم، ضيفا على الدولة المصرية وعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. لكن مزيدا من التفاصيل والتحليل حول هذه العلاقات وما تربو من المرجو من هذه العلاقات المتميزة التي تربط بين الدولتين، ينضم إلينا عبر الهاتف السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك سيادة السفير، ضيفا كريما على شاشة التلفزيون المصري. سيادة السفير، منذ هذا التاريخ والدولة المصرية لديها الحرص الكامل على التعبير عن كافة القضايا الإفريقية، وهي تحمل على عاتقها منذ بداية التحرر وحركات الاستعمار التي ألمت بالقارة الإفريقية في خمسينيات القرن الماضي، وتحمل الدولة المصرية على عاتقها كافة القضايا الإفريقية في المحافل الدولية، وتعبر تعبيرا حقيقيا عن كافة القضايا الملحة في القارة الإفريقية. لكن في هذا الموضوع بالتحديد، وهي العلاقات المصرية الجيبوتية، فقد شهدت هذه العلاقات تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تقلدت مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2019، وهذا التطور عكسه التنسيق والتشاور الدائم ما بين الدولتين على كافة المستويات، سواء من جامعة الدول العربية أو الاتحاد الإفريقي أو حتى منظمة التعاون الإسلامي. كما ذكرنا، منذ استقلال جيبوتي عام 1977 وحرصت مصر على تدعيم كافة العلاقات التي تجمع بينها وبين الدول، ولكن في جيبوتي كان الحرص أكثر نظرا لموقعها الاستراتيجي، فحين تمثل مصر هي البوابة الشمالية لمضيق باب المندب، فإن جيبوتي تعد بمثابة البوابة الجنوبية، وكانت مصر في طليعة الدول التي افتتحت لها سفارة في جيبوتي، بالإضافة لأنها كانت من أوائل الدول التي رحبت بالاتفاق الإطاري ما بين مصر وتوقيعه بين الحكومة وائتلاف المعارضة في جيبوتي في مهدها لإنهاء الخلاف السياسي القائم. عودة أخرى للسفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، حول هذه العلاقات. سيادة السفير صباح الخير أولا على حضرتك، وأهلا بك على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بك، صباح الخير، أهلا وسهلا. سيادة السفير، منذ أن استقلت جيبوتي عام 1977 وهناك علاقات وحرص على تطوير العلاقات ما بينها وبين الدولة المصرية، لكن في منذ أن تقلد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وزاد هذا الترابط وزادت هذه العلاقات وأخذت مناحي مختلفة، كيف بداية نعود بالتاريخ إلى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط مصر وجيبوتي والتي شهدت تطورا في السنوات الأخيرة؟ لا، الحقيقة يعني في روابط قوية جدا بين مصر وجيبوتي. مصر تنافس جيبوتي في رغبتها للاستقلال، وفعلا استقلت سنة 1977، ومنذ ذلك التاريخ وقبله يعني بمعنى أن الكفاح كان موجودا، ثم حصل استقلت جيبوتي وكانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بها وأقامت فيها سفارة،
وتوجد سفارة جيبوتي هنا في القاهرة وسفير المعتمد هنا في القاهرة، معتمد في عدد من الدول المقيم في القاهرة ولكنه معتمد في عدد من البلاد المجاورة. فبالتالي القاهرة بالنسبة لجيبوتي مركز مهم جدا في العلاقات العربية والأفريقية. الحقيقة فيه مسألة هامة جدا، أن الرئيس السيسي كان أول رئيس مصر يزور جيبوتي في العام الماضي، ونقلة نوعية في الاتصالات في تطور العلاقات في تطور العلاقات والاتصالات بين القاهرة وجيبوتي. وبالتالي فإن هناك تعاون سياسي وتعاون اقتصادي وتعاون أمني وتعاون أيضا ثقافي مهم جدا جدا. يوجد في جيبوتي عدد كبير من المدرسين المصريين الذين يقومون بتدريس المدارس الجيبوتية، وأيضا دباسة أزهرية مهمة جدا لتعليم أبناء جيبوتي بقواعد الدين الحنيف. نعم. طيب سيادة السفير، كان يعني قبل هذه الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في العام الماضي، كان هناك تنسيق وتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكان هناك لقاء قمة على هامش مؤتمرات ولقاءات الأمم المتحدة جمع ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري ورئيس جيبوتي ورئيس كينيا، وتم تبادل الرؤية حول عندما كانت مصر يعني ترأس يعني اللجنة أو الاتحاد الإفريقي حول قضايا القارة الإفريقية، وأن الدولة المصرية تحمل على عاتقها كافة القضايا إلى المجتمع الدولي. من أي منطلق تتحدث وتكون مصر رائدة وحاملة لمبادرات وحاملة أيضا لأحلام وطموحات القارة الإفريقية في المجتمع الدولي؟ مصر دائما يعني بعتبر الأشقاء الأفارقة والأشقاء العرب، وجيبوتي دولة عربية أفريقية مثل مصر، الدول العربية والدول الأفريقية بتعتبر مصر يعني مركز مهم جدا، ودولة ذات حضارة وذات تاريخ وذات خبرة في المسائل السياسية والاقتصادية وغيرها من المسائل. وبالتالي فإن الاتصالات بين مصر وجيبوتي تقع في هذا الإطار. زيارة الرئيس السيسي الحقيقة لجيبوتي كانت نقلة نوعية في العلاقات، وإيضاح تماما لمدى أهمية العلاقات، لأن المنطقة اللي تقع فيها جيبوتي لمنطقة القارة الأفريقي تموج بالمشكلات الكثيرة، في مشكلات كثيرة في أثيوبيا داخلية، ومشكلات في إريتريا، ومشكلات في الصومال، كل هذه المسائل، والبحر الأحمر أيضا مشاغله كثيرة. فبالتالي جيبوتي لها موقع مهم جدا، يرى الرئيس اسماعيل عمر ويرى الرئيس السيسي ان يتم التفاهم بينهم في هذه المسائل لخير مصر وخير جيبوتي وخير الدول الافريقيه والعربيه. نعم. طيب سياده السفير، لو تحدثنا عن البعد الجغرافي ما بين جيبوتي وهي دوله مقابله سواء تطل على المحيط الاطلسي أو قريبة من باب المندب أو حتى من مقابلة للشواطئ اليمنية، هل البعد الجغرافي والموقع الجغرافي أهمية في يعني في العلاقات وفي تطوير العلاقات ما بينها وما بين الدول المشاطئة لهذه البحار؟ أولا جيبوتي تقع على البحر الأحمر والمحيط الهندي، وهي المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، والبحر الأحمر مشاغله كثيرة، لأن يوجد على البحر الأحمر مصر والسودان وإريتريا وجيبوتي من والصومال في مدخل البحر الأحمر، أيضا من الناحية الأخرى للبحر الأحمر من الشرق توجد السعودية واليمن. الآن توجد مشكلة في اليمن، مشكلة كبيرة، حرب داخلية، حرب أهلية. فبالتالي المسائل مهمة جدا، يتم البحث خطورة الأوضاع الموجودة في البحر الأحمر ومدخل البحر الأحمر وفي اليمن، الحرب الأهلية التي طالت للسنة الرابعة. هذا أمر مهم جدا جدا يستدعي التشاور بين مصر وجيبوتي، لأن الرئيس إسماعيل عمر جيل الحقيقة لديه خبرة كبيرة بالمسائل، لأنه في هذا الموقع منذ سنوات، وأيضا شغل مناصب مهمة جدا من الأمن القومي الجيبوتي، وبالتالي فهو خبير في المسائل السياسية والأمنية
يمكن التفاهم معه في محاصرة الإرهاب الموجود في المنطقة ووقف الحروب الأهلية والتخلص من الإرهاب بجميع أشكاله وخاصة في الصومال. نعم نعم. طيب سيادة السفير، أخيرا، هناك زيادة حقيقية في حجم التبادل التجاري ما بين الدولتين، يمكن بدأ من عام 2016 و17 مرورا وصولا ل 2019. كيف يعني تقرأ ما ورد في هذه البيانات من زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري سواء صادرات أو واردات ما بين البلدين؟ الحقيقة برضو يعني مسألة الصادرات والواردات مسألة مهمة بالنسبة لجيبوتي، لأن جيبوتي تحتاج لأشياء كثيرة تستوردها من الخارج، ومصر دخلت في هذا الموضوع منذ 2016، وبالتالي فإن المسألة في الزياد وتوثيق العلاقات الاقتصادية لإفادة الشعب الجيبوتي والشعب المصري. نعم. كل الشكر والتقدير سيادة السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك. تفاصيل أوفى مشاهدين الكرام، عبر الهاتف ينضم إلينا الأستاذ الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة. دكتور إكرام، أهلا بحضرتك على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. دكتور إكرام، ما تعلمناه في نظريات العلاقات السياسية أن كل الأمور متاحة ما دامت تخدم أطراف العملية. في العام الماضي كانت هناك نقلة نوعية في العلاقات المصرية الجيبوتية، وقام فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة تاريخية وهي الأولى من نوعها لدولة جيبوتي. تم طبعا خلال هذه الجلسة عقد لقاءات وجلسة مباحثات موسعة. في نظر حضرتك أهمية هذه العلاقات المتميزة التي تربط مصر وجيبوتي في هذه اللحظات أو في هذا الظرف الراهن؟ طبعا خلينا نقول انها علاقات اخويه وعلاقات سياسيه واستراتيجيه واقتصاديه تربط بين مصر وجيبوتي، ويمكن بنبني الان على الزياره التاريخيه اللي قام بها السيد الرئيس في العام الماضي لجيبوتي، وهي يمكن تعتبر اول زياره لرئيس مصري الى هذا البلد الشقيق. نعم. بنفهم أيضا اللقاء بين السيد الرئيس وبين رئيس جيبوتي اليوم، واللي بدأت زيارته الرسمية من أمس، بنفهمها في إطار المرونة والاستقلالية في السياسة الخارجية. يعني تشوف حضرتك أن الرئيس كان في الأيام القليلة الماضية في زيارة للصين وحضور الأولمبياد الشتوي في الصين، ولقاء مع عديد من القادة والزعماء على هامش هذه الزيارة، إضافة طبعا إلى لقاء القمة المصري الصين. نعم. وده بيعكس في السياسة الخارجية المصرية ما يطلق عليه التوجه نحو الشرق، يعني نحو القارة الأسيوية. النهاردة أو منذ أمس في زيارة لرئيس جيبوتي إلى مصر، في لقاء مهم على مستوى القمة بيعقد اليوم بين السيد الرئيس وبين رئيس جيبوتي، وده بيعني أيضا اهتمام مصر بالقارة الإفريقية، وده اللي بنطلق عليه في السياسة الخارجية المصرية محور التوجه نحو الجنوب. الجنوب يعني القارة الإفريقية، القارة الإفريقية اللي لها أهمية سياسية، أهمية استراتيجية بالنسبة لمصر. نعم. طب دكتور إكرام، إلى أي مدى تتفق أن الدولة المصرية والقيادة السياسية في مصر ليست الحالية ولكن منذ سنوات، ولكن في الوقت الحالي الأمر مختلف، إلى أي مدى يعني تتفق أنها تعبر عن قضايا القارة الإفريقية في المحافل الدولية؟ بالتأكيد مصر والقيادة المصرية بتعبر عن، خلينا نقول، آمال وطموحات وتطلعات ومطالب القارة الإفريقية في العالم ككل. يعني شوف حضرتك أن مصر لها مكانة في القارة الإفريقية، مصر تولت زعامة الاتحاد الإفريقي، مصر بتهتم بقضايا التكامل الإفريقي بالتعاون الإفريقي، مصر بتهتم بالتحديات التي تواجه القارة الإفريقية، تعمل على إيجاد الحلول لها، سواء كانت هذه التحديات سياسية أو اقتصادية أو مناخية أو تحديات تتعلق بالإرهاب أو الهجرة، يعني كل أنواع التحديات بنجد أن مصر لها فيها دور والقيادة المصرية لها فيها دور. وخصوصا ان مصر هنا يعني هي المدخل للقاره الافريقيه امام العالم، يعني تكلم مثلا حضرتك عن الاتحاد الاوروبي،
مصر لها دور مهم كمدخل القارة الإفريقية. نتكلم عن الصين، مصر لها دور أيضا كمدخل للقارة الإفريقية وهكذا. إذا مصر بما لها من ثقة في منطقتها وفي القارة الإفريقية بتهتم اهتمام مكثف بكافة القضايا وكافة التحديات التي تتعرض لها القارة الإفريقية، وتعمل على إيجاد الحلول لها من خلال التواصل مع الجهات والهيئات المختلفة في المجتمع الدولي. وده اللي بيعكس اللي كنت لسه بأطلق عليها منذ قليل، سياسة أو محور التوجه نحو الجنوب في السياسة الخارجية المصرية. جنوب يعني القارة الإفريقية بما فيها من دول، بما فيها من طموحات، بما فيها من ثروات، كل ده مصر الحقيقة بتقوم وأيضا نقدر نقول لها بتعلي صوت القارة الإفريقية أمام العالم من خلال مؤسسات الدولة المصرية ومن خلال القيادة المصرية. نعم. طيب دكتور أكرم، في اللقاء الذي جمع الرئيس المصري ونظيره الجيبوتي ورئيس كينيا، تم التباحث في هذا الوقت على هامش مؤتمرات الأمم المتحدة عن القضايا العادلة في القارة الإفريقية، وكان على رأس هذه القضايا هي قضية سد النهضة، ويعني قانونية دور مصر وقانونية حقوق مصر التاريخية في هذا النهر العظيم. المباحثات تطرقت كافة إلى كل ما يمكن أن يكون له الحق في حق الدولة المصرية في هذا الموضوع. هل من الممكن أن يتم التباحث مرة أخرى في هذه القضايا وحقوق مصر التاريخية والتأكيد على حق مصر وأيضا على حق إثيوبيا في التنمية وفي التطور؟ يعني هو بالتأكيد أن مصر بتؤكد في سياستها على أهمية الوصول إلى حل قانوني واتفاق قانوني وملزم وعادل بالنسبة لهذه المشكلة اللي هي موضوع سد النهضة. مصر الحقيقة لجأت إلى كافة المستويات، وإلى يعني في تلاقي حضرتك في كافة المباحثات اللي بتعقد بين السيد الرئيس وبين زعماء وقادة العالم بتبقى هذه القضية أو هذا الملف، ملف سد النهضة، حاضرا. إذا مصر بتبذل كل ما يمكن أن تقوم به على المستوى الدبلوماسي، على المستوى القانوني. وجهة النظر المصرية الحقيقة في هذا الشأن واللي عبرت عنها القيادة السياسية المصرية، إن مصر لا تمانع في تنمية إثيوبيا، ولا تمانع في ازدهارها، ولا تمانع في يعني اتخاذ الإجراءات الإيجابية من وجهة النظر الإثيوبية، إنما في نفس الوقت ألا يكون ذلك على حساب الأطراف. طيب، جانب آخر في هذه الزيارة دكتور إكرام، أن مصر بتقدم الدعم الفني واللوجستي والدورات العسكرية داخل منشآتها للجانب الجيبوتي. التعاون العسكري والتعاون الفني والتعاون الثقافي والتعاون العلمي قائم ما بين الدولتين. إلى أي مدى يمكن أن يساهم هذا التعاون المثمر والبناء بين الدولتين في زيادة يعني تطابق ربما وجهات النظر أو حتى في تحقيق الشراكة الاستراتيجية ما بين البلدين؟ طبعا التعاون في الأوجه المختلفة يعكس الرغبة في تدعيم العلاقات الوثيقة بين مصر وجيبوتي. أنا عاوز أقول أن مؤسسات الدولة المصرية المختلفة مفتوحة سواء لدول القارة الإفريقية أو لجيبوتي. يعني تلاقي حضرتك المؤسسات الأمنية المصرية، المؤسسات العسكرية، كليات المعاهد العسكرية فيها دارسين بيدرسوا يعني دراسات عليا في المعاهد المصرية والكليات المصرية سواء العسكرية أو المدنية. في تعاون أيضا ربما على مستوى نقول مستوى التعليم، في بعثات من وزارة التربية والتعليم ومدرسين، في بعثات أزهرية، في يعني العمل على توثيق التبادل التجاري والتعاون التجاري. في ايضا عاوز اقول ان هذه المنطقه بتحظى باهتمام العالم من الناحيه الاستراتيجيه والعسكريه، منطقه القرن الافريقي بالضبط كده. نعم، بتحظى باهتمام من الناحيه العسكريه ومن الناحيه الامنيه، وفي ايضا محاولات من جانب اطراف متعدده لايجاد أو إنشاء قواعد عسكرية أو تواجد عسكري في هذه المنطقة. هنا أيضا إحنا بنفهم أهمية التنسيق على هذه المستويات المختلفة،
بين مصر وجيبوتي، سواء من الناحية العسكرية، من الناحية الأمنية، وخصوصا أنا عاوز أقول إن الموقع الاستراتيجي مهم. إحنا بنتكلم عن جيبوتي تقع في القرن الإفريقي، تتحكم في مناطق من البحر الأحمر، باب المندب، وده بيوصيل قضية مهمة قوي اللي هي أمن البحر الأحمر. إن جيبوتي بموقعها ده اللي بنطلق عليه الموقع الجيوستراتيجي، يعني الجيوستراتيجي الجغرافي، نعم، الاستراتيجي، اللي له أهمية، وفي عديد من القضايا بقى محاطة به، يعني هي لها جوار مع إثيوبيا من جهات مختلفة، قريبة من اليمن، قريبة من السعودية، يعني البحر الأحمر، إذن هي متصلة اتصال وثيق بقضايا شديدة الأهمية وقضايا بتعني ليس فقط جيبوتي وليس فقط مصر، وإنما بتعني أيضا القارة الإفريقية وبتعني المنطقة العربية ككل. ومن هنا إحنا أيضا نستطيع أن نفهم هذا أهمية هذا اللقاء الهام بين السيد الرئيس وبين الرئيس الجيبوتي بهدف تدعيم العلاقات الوثيقة والبناء على ما سبق، وخصوصا البناء على ما سبق التوافق عليه في زيارة السيد الرئيس لجيبوتي في العام الماضي. طيب دكتور إكرام، يمكن في لقاء القمة السابق ما بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الجيبوتي عمر جيل على أهمية العمل المشترك ما بين الدولتين، وده طبعا لتوفير الدعم اللازم وزيادة الاستثمارات المصرية وإتاحة المجال أمام الشركات المصرية للمساهمة في مشروعات سواء البنية التحتية أو كافة المشروعات الأخرى. طبعا هناك تيسير من الجانبين حول زيادة الصادرات المصرية للسوق الجيبوتية، فضلا عن أهمية الإسراع بإجراءات لإنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي لتصدير وتيسير تصدير مختلف البضائع المصرية. التعاون الاقتصادي إلى أي مدى يمكن أن يسهم في تطوير وتطور هذه العلاقات؟ طبعا التعاون الاقتصادي له أهمية كبيرة الحقيقة، وبالذات في العلاقات الدولية، وإحنا دايما بنقول أن السياسة الخارجية تكون ناجحة بقدر انعكاسها على الداخل. ونتكلم عن انعكاسها عن الداخل يعني فائدة الشعبين، وده بيثير قضية العلاقات الاقتصادية والعلاقات التجارية والاستثمار والتعاون. يعني مصر تستطيع أن تقدم إسهاماتها في مجال البنية التحتية، في مجال التكنولوجيا، في مجالات مختلفة بتدعم فيها جيبوتي. أيضا جيبوتي يمكن أن تكون أحد المنافس للصادرات المصرية وتدعيم التجارة المصرية وتوثيقها. إذن كل دي قضايا بتثير فكرة التعاون المشترك، سواء فهمناها من الناحية الاقتصادية، من الناحية التنموية، من البنية التحتية، من الاستثمار. الهدف في النهاية هو تحقيق فائدة الشعبين الشقيقين في مصر وفي جيبوتي، وهذا أيضا بينعكس إيجابا على النواحي السياسية بين الدولتين وعلى تقارب المواقف السياسية، أو خلينا نقول حتى تطابقها من كافة القضايا والمشكلات سواء التي تواجه الدولتين أو التي تواجه القارة الإفريقية ككل. نعم دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، شكرا جزيلا لحضرتك على هذا العرض.
مزيد من التحليل والتوضيح أيضا حول هذه الزيارة، زيارة الرئيس الجيبوتي إلى مصر. ينضم إلي عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. أهلا بحضرتك أستاذ جميل. أهلا بحضرتك أستاذ جميل. في هذا الوقت الراهن، ما الذي تمثله هذه الزيارة الهامة لرئيس دولة جيبوتي إلى دولة مصر العربية؟ طبعا هذه الزيارة زيارة هامة جدا في الوقت الحالي. احنا عارفين ان في علاقات ثنائية قوية تربط بين مصر وجيبوتي في العديد من الملفات الواضحة، طبعا كون ان هي دولة افريقية ودولة عربية ايضا ودولة ايضا تطل على البحر الاحمر، عارفين ان هناك العديد من التهديدات تواجه المنطقة بشكل كبير، منها الارهاب العابر للحدود، منها عمليات محاولات القرصنة اللي موجودة في جنوب في القرن الأفريقي وخلافه. كل ده طبعا في الملفات دي هتبقى موجودة على طاولة المفاوضات. أيضا في ملف سد النهضة، ملف العلاقات الثنائية اللي بين جيبوتي ومصر. طبعا احنا عارفين ان مصر ليها توجه كبير منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الى القارة الافريقية. هناك العديد من المشروعات تتم داخل القارة الافريقية طبعا برعاية مصرية والشركات المصرية تنفذ العديد من المشروعات. توجه ايضا احنا شفنا لما الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس الاتحاد الافريقي وكان له دور مهم جدا في نقل صوره الواقع الحقيقي داخل القاره الافريقيه على مستوى العالم من خلال قمه بكين افريقيا وروسيا افريقيا واليابان وافريقيا. العديد من دول العالم اصبحت تعلم جيدا ماذا تريد افريقيا من خلال طبعا الصوت المصري اللي قدر ان هو يوصلها. العلاقات المصرية الأفريقية علاقات قوية جدا وتدعمها بشكل قوي طبعا ده في غاية الأهمية في الوقت الحالي نظرا للتهديدات اللي بتواجه المنطقة كلها، والتهديدات الأكثر اللي هي تهديدات التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود اللي قدرت إن هي تتسلل إلى العديد من الدول الأفريقية لإعادة انتشارها مرة أخرى في بعض الدول، تهدد الكثير من التنمية داخل الدول الأفريقية، تهدد أيضا الحياة الإنسانية للمواطنين في كل الدول الأفريقية، وأيضا محاولات التدخل الأجنبية من دول أجنبية تسعى إلى مد نفوذها داخل القارة الأفريقية. أستاذ جميل، بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام الماضي وهي الزيارة التاريخية والزيارة الأولى أيضا لرئيس مصري إلى دولة جيبوتي، كان العنصر الرئيسي والعنصر الأول في هذه المباحثات هو مكافحة الفكر المتطرف، بالإضافة للشراكات الاستراتيجية في كل المجالات في البنية التحتية وما تشتمله من أركان وأهداف. كيف هو السبيل إلى بناء التنمية وبناء جسور التنمية والبناء على ما تقدم من أجل الوصول بشعوب الدولتين أو بشعوب القارة الإفريقية إلى بر الأمان؟ هو طبعا كانت زيارة الرئيس العام الماضي هي زيارة تاريخية زي ما قلت حضرتك، وهي زيارة هامة جدا. طبعا مكافحة الفكر التكفيري والفكر الإرهابي اللي بدأ ينتشر زي ما اتكلمت مع حضرتك في البداية، العناصر الإرهابية العابرة للحدود، كل ده من خلال طبعا الدور كبير للأزهر الشريف المتواجد في كل مكان في القارة الأفريقية وفي أغلب دول العالم، إنه هو يوضح الصورة الحقيقية للإسلام الوسطي المعتدل اللي هو ينبذ العنف وينبذ الإرهاب وينبذ القتل وينبذ كل ما يضر الإنسانية. طبعا على الجانب الآخر هناك التنمية الشاملة، مصر بتقدم كل خبراتها وكل إمكانياتها من أجل الوصول إلى تنمية شاملة داخل الدول الأفريقية وأيضا داخل دولة جيبوتي من خلال المشروعات البنية التحتية، من خلال الاهتمام أو تدريب الكوادر التي تستطيع أنها تنمي وتحقق التنمية داخل الدول دي. إذن شراكة بين مصر وجيبوتي والدعم المصري لجيبوتي أعتقد أنه هو هيكون له دور كبير جدا، وأعتقد أن المباحثات التي تتم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الجيبوتي في الوقت الحالي أعتقد أنها سيتم التطرق إلى هذه المجالات وسيتم التطرق إلى التنمية الشاملة داخل جيبوتي والقدرات المصرية اللي هتقدمها مصر إلى جيبوتي من أجل النهضة ومن أجل التنمية الشاملة داخل جيبوتي ومن أجل رفاهية
شعب جيبوتي أيضا. نعم أستاذ جميل، حضرتك أشرت إلى دور هام وهو دور الأزهر الشريف في القارة الإفريقية، لكن هناك دوران، دور للأزهر الشريف بكل مؤسساتي في الاستنارة وفي الفكر المستنير وفي صحيح الدين، وهناك أيضا دور للكنيسة المصرية في القارة الإفريقية، والأدوار تتكامل في حث الشعوب على السلام. ما الدور الحقيقي وكيف حقق الأغراض المطلوبة منه من خلال البعثات الإسلامية في القارة الإفريقية من خلال صحيح الدين عن طريق الأزهر الشريف وإيفاده للعلماء والباحثين إلى القارة الإفريقية وتحديدا إلى جيبوتي؟ هو بالطبع دور كبير ودور مهم جدا للأزهر الشريف، وزي ما حضرتك قلت ان الكنيسة المصرية متواجدة في اغلب الدول الأفريقية، لكن الأزهر الشريف هو طبعا بيوصل الدين الوسطي، الدين الذي لا يحط على الإرهاب، لا يحط على العنف، لا يحط على الكراهية في الآخر، دين التسامح. اعتقد ان بعثات الأزهر في الوقت الحالي تعمل بجهد كبير من اجل توصيل هذه الرسالة ومن أجل توصيل الصورة الحقيقية. احنا شفنا محاولة تغلغل عناصر وتنظيمات إرهابية، أصحاب فكر إرهابي متطرف بيقدروا ان هم يكذبوا على العديد من الشباب، مش بيكذبوهم أيضا بالفكر المتطرف، لكن أيضا بيكذبوهم بالأموال، ان هم يدوهم أموال من أجل ان هم يتعاونوا معهم، وده اللي احنا شايفينه في دور تجنيد التنظيمات الإرهابية المتواجدة. طبعا دور الأزهر دور مهم جدا، دور الأزهر عليه ان هو يوضح الصورة، ان هو يكثف من العمل داخل القارة الأفريقية وداخل جيبوتي، بجانب ايضا هناك يجب ان يكون هناك تنسيق امني واضح بين الدول الأفريقية بعضها ببعض. احنا شفنا مصر كانت ليها الريادة في ان هي تعيد ايضا دول الساحل والصحراء، ومن خلال اجتماعات وزراء دفاع دول الساحل والصحراء وانشاء مركز لمكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وتدريب أيضا الضباط والجنود من أجل مكافحة الإرهاب، طبعا ده في دول الساحل والصحراء. إنما في الوقت الحالي يجب أن يكون تشمل كل دول أفريقيا، يجب أن يكون هناك تنسيق أمني واضح من خلال مظلة الاتحاد الأفريقي من أجل مواجهة الفكر الإرهابي، مواجهة الفكر المتطرف، وأيضا التبادل الأمني وتبادل الخبرات الأمنية في كيفية مواجهة التنظيمات والعناصر الإرهابية اللي قدرت أنها تتسلل داخل القارة الأفريقية زي ما قلت لحضرتك، لأنها تعمل معسكرات في الدول الأفريقية وتعيد انتشارها مرة أخرى إلى بعض الدول اللي بتسعى لتنفيذ عمليات إرهابية بداخل. طيب أستاذ جميل، يمكن كنا وإحنا بنناقش وبنتابع المناقشات للشباب الإفريقي في مؤتمرات الشباب، مؤتمرات شباب العالم اللي بتقيمها جمهورية مصر العربية، كنا بنتابع وبنشوف إزاي بيعبروا عن ألمهم، إزاي بيعبروا عن طموحاتهم في التوزيع العادل لثروات الدول على أفرادها، وفي التوزيع العادل للتعليم والصحة وما إلى ذلك من بنى تحتية. كيف لهذه الشعوب أن تعبر التعبير الحقيقي بالإضافة لما سبق عن طموحاتها وعن أحلامها، وما هو دور الدولة المصرية في المساهمة ولو بالكلمة في تحقيق بعض من هذه الأحلام والطموحات لشعوب القارة الأفريقية؟ هو أنا زي ما قلت لحضرتك في البداية أن مصر كان ليها دور مهم جدا خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي. استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا أنه يتوجه ويقوم بزيارة أغلب الدول الأفريقية لتقديم المساعدة ليهم، لتقديم الدعم ليهم، لتقديم الخبرات المصرية في كافة المجالات، أن هم يستطيعوا أن هم يعيدوا بناء دولهم مرة أخرى. على الجانب الآخر مصر قدرت أن هي توصل صوت الأفريقي الحقيقي اللي هو بيعاني في الوقت الحالي إلى أغلب دول العالم من خلال زي ما قلت لحضرتك المؤتمرات والندوات التي تمت في أغلب دول العالم عندما ترأست مصر للاتحاد الأفريقي. وأيضا نقل الرئيس عبد الفتاح السيسي الصورة الحقيقية خلال قمة المناخ الأخيرة اللي كانت معمولة في جلاسكو، وعن أفريقيا وأن هي أكثر دولة متضررة من المناخ ومن تغيرات المناخية،
من التغيرات المناخية، وأن يجب أن يكون هناك تقديم دعم من الدول الكبرى إلى القارة الأفريقية لمواجهة التغيرات المناخية في القارة الأفريقية. إذا مصر تلعب دور مهم جدا من أجل التنمية الشاملة داخل أفريقيا، مصر تلعب دور مهم جدا من أجل إيصال الصوت الحقيقي للقارة الأفريقية إلى العالم كله، تقدم أيضا بما أنها الدولة الرائدة في القارة الأفريقية في مجال التنمية الشاملة، فأعتقد أن مصر بتقدم خبراتها، وإحنا شفنا في أكثر من دولة مصر الشركات المصرية تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات، مثل السد في تنزانيا، مثل توصيل الكهرباء إلى العديد من دول أفريقية، إنشاء الطرق، إنشاء الكباري في الدول الأفريقية، كل ده مصر بتقدم خبراتها في مجال التنمية الشاملة للقارة الأفريقية. كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، تعليقا على زيارة الرئيس الجيبوتي إلى مصر وفي ضيافة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا جزيلا لحضرتك. دائما وأبدا ما تكون الدولة المصرية حاملة لهموم قارتها الإفريقية، وآلت على نفسها منذ خمسينيات القرن الماضي وقبل ذلك بسنوات عدة أنها لم ولن تتخلى عن أحلام وعن طموحات وعن الوقوف جنبا إلى جنب إلى طموحات وإلى تحقيق أحلام ورؤى الشعوب الإفريقية، الشعوب التي تتسم بالطيبة وتتسم بالود والاحترام، والشعوب التي لها جذور تاريخية ربما تمتد لآلاف السنين. تتسم العلاقات بين مصر وجيبوتي بالتميز على كافة المستويات الرسمية والشعبية وسط تنسيق وتشاور دائمين، كما شهدت هذه العلاقات المصرية الجيبوتية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورا كبيرا عكسه تعزيز التنسيق والتشاور الدائم بين البلدين. علاقات متميزة بين مصر وجيبوتي على كل المستويات الرسمية والشعبية في ظل التنسيق والتشاور الدائم على مستوى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي. العلاقات السياسية بين مصر وجيبوتي شهدت تطورا في عهد الرئيس السيسي، لا سيما خلال ترأس مصر للاتحاد الأفريقي في عام 2019. لقاءات قمة جمعت بين الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتي تشير إلى الزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث انعكس اللقاءات الرسمية بشكل سريع في دفع العديد من المشروعات المشتركة. الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة أشاد خلال لقائه بمسؤولين مصريين بالخطوات المتسارعة على صعيد إرساء شراكة استراتيجية بين مصر وجيبوتي، وهو ما تجلى بالأخص في الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس السيسي إلى جيبوتي في شهر مايو الماضي، والتي تعد الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى جيبوتي. وخلال تلك الزيارة عقد رئيس السيسي مباحثات موسعة مع الرئيس الجيبوتي، وشهدت المباحثات تبادل الرؤى بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، خاصة في منطقتي شرق أفريقيا والقرن الأفريقي. اللقاءات الثنائية بين مسؤولي الدولتين شهدت كذلك التباحث بشأن عدد من موضوعات التعاون الثنائي، وذلك في ظل التعاون الثنائي والإقليمي الممتد بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة وصون الأمن والاستقرار، خاصة في منطقتي القرن الأفريقي والبحر الأحمر. هذا وتقدم مصر الدعم الفني والدورات العسكرية داخل منشآتها ومعاهدها العسكرية للكوادر العسكرية الجيبوتية في التخصصات المختلفة، كما أن هناك تعاونا بين مصر وجيبوتي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال تنشيط الآليات القائمة لتعزيز علاقات التعاون العسكري والأمني، وكذلك حماية البحر الأحمر من التهديد الإرهابي وعمليات القرصنة الدولية. إذن هي علاقات متميزة تجمع ما بين الدولتين، وأيضا زيارات تاريخية متبادلة ما بين الدولتين قامت البداية فيها في العام الماضي، وقام فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة تاريخية لأول رئيس مصري إلى دولة جيبوتي. سبقها أيضا مباحثات قمة ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جيبوتي ورئيس كينيا على هامش مؤتمرات الأمم المتحدة لزيادة التنسيق والتشاور ما بين الدولتين على كافة المستويات، وأيضا حمل مصر
لكافة القضايا وطموحات القارة الإفريقية. مزيد أيضا من التفاصيل والتحليل والتوضيح حول هذه الزيارة للرئيس الجيبوتي إلى مصر ينضم إلي عبر الهاتف السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير أهلا بحضرتك ضيفا كريما على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بك. أهلا وسهلا سيادة السفير، ما الذي يميز العلاقات المصرية الجيبوتية وإلى أي مدى يمكن البناء والتطور في هذه العلاقات من خلال أطر التعاون المستمرة والتنسيق المستمر والتشاور المستمر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك؟ طبعا جيبوتي دولة عربية أفريقية، وبالتالي هي مصر يعني بيجمعهما البلدين، بيجمعهما أطر متعددة للمطلوبة لتنمية العلاقات بينهم. جيبوتي أيضا بموقعها الجغرافي هي يعني بتشرف على مسارات مهمة جدا بالنسبة للأمن القومي المصري، وبالتالي هذه الزيارة طبعا بتشكل أهمية خاصة نتيجة التوتر الموجود في منطقة البحر الأحمر في المرحلة الحالية، خاصة في يعني هجوم الحوثيين على بعض دول المنطقة في الخليج. أعتقد أن ده بيزيد من توتر المنطقة، وبالتالي عملية التشاور المستمر ما بين الرئيسين دي أمر مهم. يمكن زيارة السيد الرئيس التاريخية السنة الماضية كانت أول رئيس مصري بيزور دولة جيبوتي، ولكن هناك كانت دائما تنسيق وتواصل ما بين الدولتين، وزي ما التقرير قال هناك المعاهد المصرية العسكرية والتعليمية والدبلوماسية وغيرها مفتوحة لأبناء جيبوتي دائما، وأعتقد أن ده شكل رصيد ضخم جدا لمصر في هذه الدولة. وأيضا الآن مصر تقوم بالمساعدة في بناء البنية التحتية لهذه الدولة الهامة، سواء عن طريق شق طرق جديدة أو بناء مستشفيات وغيرها من الوسائل اللي ممكن أنها تدعم مستوى معيشة الشعب في جيبوتي. وبالتالي بشوف ان هذا اللقاء يعتبر لقاء هام جدا في سلسلة لقاءات ما بين الدولتين بتؤكد معنى كبير، وهو انه مصر دائما بتحرص على التعاون مع الدول الإفريقية بأشكال مختلفة من التعاون والصداقة والحوار المستمر. وبالتالي انا بشوف ان هذه الزيارة بترسي ايضا مبادئ هامه لسياسه مصر الخارجيه نحو الدول العربيه الافريقيه. نعم. سياده سفير محمد، بالاضافه لما ذكرت عن التنسيق والتشاور المستمر، يعني هل تتفق ان مصر تعبر عن طموحات واهداف القاره الافريقيه في المحافل الدوليه؟ طبعا سيادتك هتلاحظ ان الفتره الاخيره مصر تحدثت كثيرا السيد الرئيس منذ توليه الحكم في مصر، ثم بعد كده رئاسته للاتحاد الافريقي لمده عام. اعتقد ان هو عبر يعني بعمق شديد عن تطلعات دول القاره. ايضا مصر ستتحدث بالنيابه عن القاره في الاجتماع القادم لقمه المناخ اللي تعقد في شرم الشيخ في اخر هذا العام. واعتقد انه وزير الخارجيه سامح شكري في القمه الافريقيه مؤخرا اول امس عبر عن هذا المعنى بقوه، واعتقد ان الدول الافريقيه فعلا بتتطلع دائما الى سماع الراي المصري في مختلف القضايا، سواء كانت قضايا اقليميه او قضايا تتعلق بموضوعات مثل الهجره غير الشرعيه او قضايا المناخ او حتى موضوع مكافحه الكورونا في القارة الأفريقية. وهي ما ننساش أن حضرتك أن مصر الآن تستضيف مركز مهم جدا، وهو مركز إعادة الإعمار في الدول اللي كانت فيها نزاعات مسلحة، وده بحد ذاته بيقدم يعني معونة ودعم كبير جدا لإعادة بناء بعض الدول اللي هي كانت عرضة إلى بعض الحروب الأهلية أو نزاعات مسلحة أو حتى عمليات تخريبية من قبل الإرهابيين اللي أصبحوا للأسف الآن موجودين في بعض الدول الإفريقية. طيب سيادة السفير، بالإضافة لما ذكرت هناك تطور في جانب آخر، وهو إقامة الدورات التدريبية في المعاهد الفنية والمعاهد العسكرية والتعاون العسكري ما بين مصر وجيبوتي، ما الذي يمثله للدولتين؟ لا ده موضوع طبعا حيوي جدا ومهم،
وخاصة إن جيبوتي يعني بتتواجد فيها يعني قوات من دول كثيرة أخرى بتقيم قواعد في هذه المنطقة الحساسة من العالم، ولكن في نفس الوقت مصر معنية بتعزيز قدرات هذه الدولة، وبالتالي فعلا المعاهد العسكرية المصرية والفنية وغيرها بتقوم بتدريب يعني ورفع كفاءة القدرات البشرية اللي موجودة في هذه الدولة الهامة. مصر لها يعني محور استراتيجي مختلف تماما عن الدول الأخرى في هذا الشأن، وهو فكرة التعامل المباشر مع الدولة في المركزية، وفي نفس الوقت دعم رفع كفاءة القدرات البشرية اللي موجودة فيها بدون تدخل في شؤون الدولة أو حتى محاولة يعني التواجد فيها بشكل قد يكون مضر بسيادة هذه الدولة. طب سيادة السفير، ماذا عن التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري ما بين الدولتين، والذي أخذ منحى منذ عام 2017، منحى الصعود، وهو ما يمثل يعني ربما شق كبير وجديد ما بين الدولتين؟ طبعا ده موضوع مهم برضو جدا، وخاصة ان جيبوتي ومصر بيتمتعوا بفكرة التواصل البحري، وده في حد ذاته بيسهل من امور كثيرة، لانه طبعا احد معوقات التجارة ما بين الدول الافريقية وبعضها البعض هو فكرة التواصل وفكرة الوصول الى الدول عن طريق مثلا منافذ سواء كانت بحريه او جويه او بريه. ولكن مصر وجيبوتي لديهم ميزه كبيره جدا، وهي التواصل البحري، وده بيعبر عن سهوله التواصل عن طريق تصدير يعني البضائع المصريه. واعتقد ان جيبوتي يمكن حضرتك هتشوف انه الجزء الاستهلاكي هناك معتمد على مثلا الاجهزه المنزليه انتاج مصر وغيرها من يعني الصناعات المصريه اللي بتتواجد في هذه الدوله، اللي هي اصبحت الان فيها قدر كبير جدا من التقدم الاقتصادي بالرغم من المصاعب الاقتصاديه اللي بيمر بها العالم نتيجه الكورونا وغيرها من المشاكل اللي بتاثر على كل الدول. لكن انا بشوف ان الاقتصاد الجيبوتي ايضا في تقدم وفي صعود، وبالتالي مصر تكون منفذ للتصدير اليها لهذه الدوله، وبيشكل طبعا هذا الامر سهوله كبيره نتيجه انه في خط بحري ممكن قوي ان احنا نستغله في ايصال البضائع المصريه. نعم. سيد سفير، جانب اخر من التعاون المستمر ما بين جيبوتي ومصر، وهو متمثل في دور الازهر الشريف في القاره الافريقيه وتحديدا في جيبوتي، سواء بقى لمكافحة التطرف، مكافحة الأفكار المتطرفة، إيفاد أو يعني إيفاد البعثات التعليمية من جيبوتي إلى مصر، وإيفاد المبعوثين العلميين من مصر إلى جيبوتي، ما الذي يمثل هذا التعاون في الجانب التعليمي وفي جانب شرح يعني صحيح الدين الإسلامي للقارة الإفريقية أو لجيبوتي بشكل أكثر تحديدا؟ لا طبعا ده شيء مهم جدا. يعني حضرتك أنا أتذكر انه سفير جيبوتي في القاهره وهو الان وزير الخارجيه هو متخرج من جامعه الازهر، فبالتالي هذا الشق امر هام جدا، واعتقد ان مصر يعني بتعمل فيه وبتعمقه في دول كثيره. الازهر تواجده دائما هو تواجد مشرف للدين الاسلامي ومشرف للدوله المصريه، وبيعزز فعلا فكره يعني الوسطيه والاعتدال وقبول الاخر اكثر من اي شيء اخر، وخاصه انه الفتره الحاليه زي ما قلت انا في حديثي في الاول انه هناك عناصر متطرفه كثيره بدات تنظر الى بعض الدول الافريقيه على انها يعني ملاذ امن وممكن تلجا اليها، لكن الحمد لله جيبوتي يمكن من الدول اللي تعتبر فيها نسبه استقرار عاليه وامن واستقرار داخلي، وبالتالي وجود الازهر عامل مهم جدا، واعتقد انه هم اللي نفسهم من هذه الدوله لديها سعي دائم الى تعزيز علاقتها بالازهر، وبالذات طبعا عمليه تعزيز دراسه اللغه العربيه ونشرها في هذه الدوله الهامه. نعم. السفير محمد العرابي وزير الخارجيه الاسبق، شكرا جزيلا لحضرتك على القراءه والتحليل في هذا الامر، شكرا جزيلا لحضرتك. We'll be right back.
يرى الخبراء أن زيارة رئيس جيبوتي إلى مصر سيعقبها زيادة في التبادل التجاري ما بين مصر وجيبوتي، هذا بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات المصرية في جيبوتي. كما يشير الخبراء إلى وجود فرصة كبيرة للحاصلات الزراعية المصرية لدخول الأسواق الجيبوتية وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية لدول القرن الإفريقي. تطور لافت في العلاقات المصرية الجيبوتية على المستوى الاقتصادي عكسه تلاقي الدولتين في العديد من المحافل واللقاءات الثنائية. حجم التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي ارتفع ليسجل أكثر من 48 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل نحو 38 مليون دولار خلال عام 2017 وفقا لتقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة كوميسا بجهاز التمثيل التجاري. وقد أوضح التقرير أن الصادرات المصرية إلى جيبوتي ارتفعت لتسجل 40 مليون و 880 ألف دولار خلال عام 2018 مقابل نحو 34 مليون دولار خلال عام 2017. وأشار التقرير إلى ارتفاع الواردات المصرية من جيبوتي لتسجل 7 ملايين و 130 ألف دولار خلال عام 2018 مقابل 3 ملايين و 990 ألف دولار خلال عام 2017. وشهد عام 2021 قيام وفد مصري كبير من مختلف الوزارات والشركات ورجال الأعمال بزيارة لجيبوتي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي فضلا عن التشاور السياسي، حيث شهدت الزيارة إجراء لقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في جيبوتي. وقد تناولت اللقاءات أوجه تطوير التعاون الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية بدفع العلاقات بين البلدين وتنويع أطر التعاون ليشمل كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وفي إطار العلاقات المتميزة بين البلدين تتواصل الجهود الحكومية بين مصر وجيبوتي لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين الطرفين من خلال إنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتبادل المعلومات حول مناخ وبيئة الاستثمار في البلدين والمبادرات الاستثمارية في مصر وجيبوتي التي يمكن أن تحقق الأهداف الاقتصادية المتبادلة للطرفين وتعريف كلا البلدين بالفرص الاستثمارية المتاحة. كما ينضم إلينا عبر الهاتف السفير صلاح حليمة نائب رئيس المركز المصري للشؤون الإفريقية. سيادة السفير أهلا بحضرتك على شاشة التلفزيون المصرية. أولا سيادة السفير صلاح حليمة نائب رئيس المركز المصري للشؤون الإفريقية أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. سيادة السفير، العلاقات المصرية الإفريقية دائما ما تتسم بالود ودائما ما تتسم بالشراكة الاستراتيجية وتكون قائمة على الشراكة الاستراتيجية الحقيقية. كيف تقيم العلاقة المصرية الجيبوتية في هذا الظرف الراهن وما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من زيارة رسمية هي الأولى لرئيس مصري إلى جيبوتي في العام الماضي؟ واقع الأمر أن يقدم مصر وجيبوتي علاقات ممتدة عبر التاريخ منذ سنة 1977 وشهدت تبادل في الزيارات وعلاقات شملت بعض المجالات، لكنها في فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة في عام 2019 عندما تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي في هذا العام شهدت طفرة كبيرة في كافة المجالات خاصة مجالين الأمن والمجال الاقتصادي. جيبوتي بحكم موقعها الجغرافي تكتسب أهمية استراتيجية بالغة لأنها تقع تعتبر البوابة الجنوبية لمضيق باب المندب، كما أنها أيضا تقع في نطاق القرن الأفريقي ومنطقة البحر الأحمر، وبالتالي هذا الأمر يكتسب أهمية كبيرة فيما يتعلق بالجانب الأمني. ومن هنا نجد أن هناك تعاون في المجال الأمني والعسكري بين الجانبين وأنه يعني يتطور ويتزايد خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأيضا فيما يتعلق بإرسال بعثات من جيبوتي إلى مصر في المعاهد العسكرية وفي المجال الأمني، ومصر في هذا الصدد بتدعم جيبوتي بدرجة كبيرة. أما فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي فهناك يعني فرص واعدة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية
في هذا المجال، وخاصة فيما يتعلق بمجالات البنية التحتية والطاقة وبناء القدرات، وخاصة فيما يتعلق بالمجال الخاص بالتعليم بإرسال بعثات أزهرية إلى القاهرة، بعثات من إلى الأزهر الشريف، وأيضا فيما يتعلق بالتعليم الفني بصفة خاصة. هناك اهتمام أيضا بالعلاقات فيما يتعلق بالنواحي اللوجستية وإنشاء مركز لوجستي لمصر في جيبوتي. هذا الأمر يرتبط طبعا باعتبار أن العلاقات بين البلدين تشهد تعاون في مجال الموانئ وفي مجال التجاري. طبعا هناك أيضا علاقات تمتد لموضوع مكافحة جائحة كورونا، وأيضا في الوقت الحاضر هناك تشاورات فيما يتعلق بمؤتمر المناخ الذي سيعقد في شرم الشيخ في نوفمبر القادم، باعتبار أن مصر الآن يعني هي المحور الرئيسي. طيب، من هذا الدولي والإقليمي في من هذا المنطلق سيادة السفير، من هذا المنطلق أن مصر حاملة وتحمل دائما وتعبر عن طموحات القارة الإفريقية، منذ أن اعترفت مصر وساهمت بصورة أو بأخرى في العلاقات وفي تطور العلاقات ما بين مصر وجيبوتي منذ استقلالها في عام 1977، وكان للدولة المصرية كانت من أوائل الدول التي قامت بافتتاح سفارة لها في جيبوتي. العلاقات وتطورها سيادة السفير، ما الذي يمثله في تنميتها وفي الحفاظ على جوهر واستراتيجية تلك العلاقات؟ وطبعا نحن نعلم أن تم إنشاء مؤخرا مجلس الدول العربية والإفريقية المتشاطئة على البحر الأحمر، وهذه المنظمة تعني أساسا بالأمن والتنمية. ومن هنا فهناك تعاون وثيق، أو سيحدث تعاون وثيق إضافة إلى التعاون القائم بين مصر وجيبوتي في إطار الجامعة العربية وفي إطار الاتحاد الأفريقي وفي إطار منظمة التعاون الإسلامي. أما فيما يتعلق بدور مصر وجيبوتي في الإطار الأفريقي، فطبعا نحن نعلم أن هناك قضية محورية وهي قضية سد النهضة. وأعتقد أن جيبوتي تستطيع أن تلعب دور إيجابي في هذا الصدد من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد عادل ومنصف بالنسبة لكافة الأطراف. جيبوتي في علاقتها مع أثيوبيا تعتبر هي المنفذ الرئيسي لتجارة أثيوبيا إلى العالم الخارجي، وتمثل حوالي 80% من الصادرات الأثيوبية. إذا نستطيع من أجل أن يكون هناك أمنا واستقرارا محافظة على الأمن القومي المائي، وهو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والأمن القومي الأفريقي في إطار المنظمة الوليدة بصفة خاصة وفي إطار الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، تستطيع جيبوتي من خلال هذا الموقع الاستراتيجي وفي خلال علاقتها بأثيوبيا أن تدفع نحو الهدف المنشود للمصالح المشتركة للأطراف الثلاثة في سد النهضة. مصر في حقيقة نستطيع أن نقول أنها تلعب دورا رياديا الآن على كافة المستويات، سواء فيما يتعلق بالملف في المستوى القارة الأفريقية، سواء فيما يتعلق بالملف الأمني أو الملف السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. إذا حبينا نتحدث عن هذا الأمر، فواضح أن مصر لها دور محوري في تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية، خاصة منطقة الساحل وبحيرة تشاد وأيضا منطقة القرن الأفريقي. في المجال الاقتصادي نحن نعلم أن هناك نشاط مصري تم وما زال يتم بشكل تنامي ومتصاعد في تطوير البنية التحتية للقارة الأفريقية وفي توجيه استثمارات إلى القطاعات الإنتاجية المختلفة من أجل تنشيط وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية التي ساهمت مصر في إنشائها والعمل على تفعيلها منذ توليها رئاسة مصر رئاستها الاتحاد الأفريقي. أيضا في دورها فيما يتعلق بتوجيه الاستثمارات من دول عديدة. نعم. طيب سيادة السفير صلاح، على ذكر التعاون التجاري، كان وزير التجارة والصناعة في وقت سابق يمكن من 2018، وكان في توقيع لاتفاق اقتصادي ما بين البلدين وما بين هيئة قناة السويس للدعم اللوجستي واللوجستيات. هل هذه الاتفاقيات من شأنها أن تعزز القيمة والقدرة على يعني زيادة التعاون المستمر والبناء، سواء بقى في المجالات اللوجستية أو حتى في المجالات الخاصة بالبنية التحتية؟ وده طبعا ده في مجال التعاون ما بين الدول ذات الموانئ، وهذا أمر طبعا في غاية الأهمية. شو مناطق لوجستية لا شك سيكون مفيد للعلاقات ما بين البلدين في جميع المجالات، ليس فقط في المجال التجاري، إنما سيسهل
عملية دفع عملية التنمية من خلال هذه العلاقة ما بين الموانئ ومن خلال إنشاء مناطق لوجستية. وبالمناسبة أعتقد أن هناك يعني اتفاق على إنشاء منطقة لوجستية في جيبوتي ربما تكون بيجري العمل على تنفيذها في الوقت الحاضر، ويمكن أن تكون يعني في إطار المحادثات التي ستجري اليوم مع بين الرئيسين. طيب سيادة السفير، لو تحدثنا عن مجال آخر، المجال الزراعي ما بين الدولتين، إلى أي مدى يمكن أن نبني في هذا المجال ويكون هناك تصدير للحصلات الزراعية واستيراد ما بين الدولتين؟ ما فيش شك أن هناك نشاط قوي في هذا الصدد، وخاصة في مجال الاستزراع السمكي، وفي مجال بناء القدرات، وفي مجال تنشيط القطاع الزراعي للإسهام في عملية التبادل التجاري بين الجانبين. وأنا أعتقد أن مجال الزراعة مثل مجال الطاقة والبنية التحتية وبناء القدرات بيحظى باهتمام كبير من جانب الرئيسين لدفع عملية التنمية ودفع عملية التبادل التجاري بينهما. هناك طيب. مزارع سمكية على سبيل المثال، مشروعات لإنشاء مزارع سمكية في جيبوتي، وربما تم بالفعل إنشاء مثل هذه المزارع. يمكن استيراد اللحوم والتعاون أيضا في المجال الزراعي من شأن تعزيز طبعا سد الاحتياجات للدولتين وزيادة الصادرات المصرية والواردات أيضا من جيبوتي. لكن هو فعلا في مذكرة تفاهم موجودة تم توقيعها في زيارة سابقة في مجال استيراد المواشي واللحوم من جيبوتي. أعتقد إن هناك اتجاه أيضا لتنشيط العلاقة التجارية في مثل هذا المجال وغيره من المجالات المرتبطة بالإنتاج الزراعي، لأنه ده موضوع مرتبط بالزراعة في حد ذاته، سواء بالغذاء منتجات غذائية أو غير غذائية، وأيضا الثروة الحيوانية المرتبطة بالمراعي الموجودة هناك. سيادة السفير، بالتوزيع العادل لثروات الشعوب يمكن يتحقق أو تتحقق التنمية، وكمان يمكن القضاء على الأفكار المتطرفة، ويمكن أيضا البناء على الشعوب الإفريقية أن تحيا وأن تعيش العيش الكريم اللي يمكن مصر بتطالب بيه وبتحمل هموم وبتحمل أفكار وطموحات القارة الإفريقية. مصر لها باع كبير في هذا الموضوع، سيادة السفير كيف تقرأ وكيف تقيم هذا الدور؟ هو طبعا التنمية أحد الوسائل أو الأليات الناجحة لمواجهة الإرهاب والتطرف، ونحن نعلم أن هناك وسائل عديدة من المحاربة بالفكر وأيضا بالمحاربة من خلال القضاء عليهم بالوسائل بيلجأوا إلى العنف، وبالتالي يكون رد الفعل أيضا بهذا الأسلوب. فبالتالي طبعا عملية التنمية خاصة التنمية المستدامة في إطار برنامج الاتحاد الأفريقي 2063 هي موضوع بيحظى باهتمام كبير في إطار سواء في إطار العلاقات الثنائية أو في الإطار المتعدد. وأنا أعتقد أن المباحثات الجارية الآن هي لدفع عملية التنمية المستدامة أيضا في جيبوتي بدور مصري إيجابي وفعال يشمل قطاعات عديدة، وكما أشرت إليها يمكن في البداية بموضوع الطاقة والبنية التحتية والإنسان في المجال الزراعي وبناء القدرات، فضلا عن المجال الاجتماعي والمجال الثقافي، وأقصد بذلك موضوع التعليم وإرسال بعثات إلى الأزهر أو إلى الجامعات المصرية من جيبوتي، وأيضا بناء القدرات في مجال في أكثر من مجال وبما فيها أيضا المجال الأمني والمجال العسكري. طيب سيادة السفير، صلاح، مجال آخر ربما له أيضا يعني باع كبير في تنمية هذه العلاقات، الجانب جانب الأزهر الشريف وإفادة المبعوثين إلى هناك أو البعثات يعني التي تشرح صحيح الدين، ما هو دور الأزهر الشريف في جيبوتي؟ دور الأزهر الشريف طبعا هو نشر يعني الإسلام الوسطي ودفع عملية الثقافة الإسلامية في الدين الصحيح على النحو الذي يساهم أيضا في مواجهة الإرهاب والأفكار المتطرفة. وأعتقد أن هذا دور حيوي وكبير جدا، ويمكن لاحظنا في زيارة رئيس السنغال لمصر الأخيرة أن السنغال كانت بتركز على هذا على دورها، لأن دورها في منطقة غرب أفريقيا هو نشر الإسلام المتطرف، الإسلام المعتدل أو الوسطي لمواجهة الأفكار المتطرفة. والأزهر هناك أيضا يساهم بمثل هذا الدور على النحو الذي يساهم به أيضا
في جيبوتي وفي دول أخرى في القارة الأفريقية. ومن هنا الأزهر له دور محوري في مواجهة الإرهاب من خلال نشر الدين الإسلامي الصحيح، وأيضا في نشر الأفكار والرؤى الإسلامية الوسطية المعتدلة. طيب سيادة السفير، ماذا عن توقيع مذكرات التفاهم ما بين الدولتين في المجالات المختلفة، سواء في المجالات البنية التحتية أو في المجالات الزراعية أو في مجالات التجارة والصناعة، ويعني كيف يمكن لنا أن نصل بالعلاقات المصرية الجيبوتية إلى أفاق أرحب وتكون علاقات استراتيجية وبناءة ربما على كافة المستويات؟ يعني أنا ملاحظ أن ما يتم من توقيع مذكرات تفاهم وما قد يتم لتعزيز هذه المذكرات دفع العلاقات ما بين البلدين الى افاق ارحب، هي واضح انها بتشمل تقريبا كافه المجالات. هناك تحديث عن تعاون وثيق بينهما في المجال الامني والعسكري كما اشرت، هناك ايضا تعاون وثيق فيما يتعلق بالمجال السياسي، التنسيق والتشاور وتماثل الرؤى في معالجه القضايا الحيويه في القاره الافريقيه في منطقة البحر الأحمر. أعتذر سيادة السفير عن المقاطعة وأنتقل مباشرة مع حضراتكم إلى قصر الاتحادية لنقل وقائع المؤتمر ومذكرات التفاهم بين جيبوتي ومصر. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة السيد الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي. مذكرة تفاهم لإنشاء آلية تشاور سياسي بين وزارة خارجية جمهورية مصر العربية ووزارة خارجية جمهورية جيبوتي. يوقعها عن الجانب المصري السيد سامح شكري وزير الخارجية، وعن الجانب الجيبوتي السيد محمود علي يوسف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، فليتفضلا.
مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي، يوقعها عن الجانب المصري السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وعن الجانب الجيبوتي السيد محمود علي يوسف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، فليتفضل. مذكرة تفاهم في مجال الطاقة والموارد المتجددة، يوقعها عن الجانب المصري المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعلى الجانب الجيبوتي السيد محمود علي يوسف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، فليتفضل. تابعنا مشاهدين الكرام وقائع توقيع مذكرات تفاهم في المجالات المختلفة والمتعددة ما بين الجانب المصري والجانب الجيبوتي. تابعنا توقيع مذكرات تفاهم ما بين وزيري خارجية البلدين حول تنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك، في القضايا التي تعبر عن آمال وعن طموحات الجانبين وتعبر كذلك عن آمال وطموحات القارة الإفريقية. تابعنا أيضا مذكرة تفاهم في موارد الطاقة والموارد المتجددة، وقعن الجانب المصري المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وقعها عن الجانب الجيبوتي السيد محمود علي يوسف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. كذلك مذكرة تفاهم ثالثة في مجالات المختلفة، المجالات اللوجستية، وقعتها عن الجانب المصري الوزيرة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، وقع عن الجانب الجيبوتي محمود علي يوسف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. إذن هي مذكرات للتعاون وتنسيق المستمر والتشاور ما بين الدولتين حول القضايا الملحة وحول تطور العلاقات وحول بناء شراكات استراتيجية مختلفة ومتنوعة من شأنها أن يعني تكون بهذه العلاقات وتبني هذه العلاقات وتأخذها إلى آفاق أرحب في الدولتين. إذن هي علاقات كما يعني أسلفنا
علاقات متميزة وعلاقات متنوعة ما بين الدولتين بدأت منذ العام 1977 منذ أن استقلت الدولة الجيبوتية، وقد بدأت هذه العلاقات في التطور وفي البناء وفي المعرفة بداية منذ أن أنشأت الدولة المصرية، وكانت من أولى الدول الإفريقية التي تنشئ مقراً لسفارتها في جيبوتي. منطقة يعني هذه المنطقة منطقة القرن الأفريقي والتي تضم دولاً عدة من بينها دولة جيبوتي، هي منطقة مهمة ومنطقة واعدة ومنطقة تتسم وتسخر بالعديد من الثروات الطبيعية، لذلك تكتسب هذه المنطقة أهمية كبيرة على المستوى الدولي وعلى المستوى القاري مستوى قارة أفريقيا لوجودها في منطقة استراتيجية تطل على باب المندب وتطل على البحر الأحمر وبالطبع على سلة البحار الكبيرة. للمزيد من التحليل أيضا والتوضيح مشاهدينا الكرام ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. دكتور عبد المنعم أهلا بحضرتك ضيفا كريما على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بحضرتك فندم. دكتور عبد المنعم، علاقات استراتيجية تربط ما بين مصر وجيبوتي بدأت من العام 1977، لكن في السنوات الأخيرة منذ أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم في مصر واتسمت العلاقات بمزيد من التطور، واتسمت العلاقات بمزيد من البناء والشراكات الاستراتيجية والشراكات المختلفة والمتنوعة. برأي حضرتك كيف تم البناء على هذه العلاقات وتطورها بهذا الشكل إلى أن وصلنا ل يعني ربما تطابق في الكثير من القضايا المتعلقة بالقارة الإفريقية وأيضا التطور والتنمية ما بين مصر وجيبوتي؟ بلا شك ان العلاقات المصريه الجيبوتيه علاقات قويه ومتينه زي ما حضرتك تفضلت وقلت، ويمكن الزخم في هذه العلاقات وتوضيطها بشكل كبير يمكن خلال الخمس سنوات الماضيه، وتوج هذا الموضوع بان برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الافريقي عام 2019 كان هناك مزيد من التعاون الاقتصادي، ويمكن الارقام يعني لا تكذب عندما نقول أن التطور في التبادل التجاري ما بين مصر وجيبوتي اللي زاد من حوالي 38 مليون دولار إلى النهاردة بيصل في عام 2021 إلى أكثر من 86 مليون دولار، حجم صادرات مصرية إلى دولة جيبوتي وأيضا حجم واردات من جيبوتي زاد في حدود أكثر من 7.8 مليون دولار، في حين أنه كان لا يزيد عن 2 مليون دولار. فإذا هناك علاقات وتبادل تجاري زاد بشكل كبير، كذلك حجم الاستثمارات المصرية داخل جيبوتي زاد خلال الثلاث سنوات الماضية بشكل كبير، هناك استثمارات مصرية بدأت تتوغل أو بدأت تزيد في الدولة الجيبوتية. جيبوتي لمن لا يعلم هي نقطة التقاء أو نقطة يعني سيطرة هيمنة على مضيق باب المندب، على أيضا على البحر نهاية البحر الأحمر، فأعتقد وجود الخدمات اللوجستية والتي تسعى مصر فيها أن يكون هناك عدة اتفاقيات لدعم هذه الخدمات اللوجستية بحيث يكون هناك سيطرة هيمنة مصرية أيضا على ما بين على ممر البحر الأحمر سواء كان من قناة السويس أو من دولة جيبوتي، فيكون هناك يعني استقرار للوضع الملاحي داخل منطقة قناة السويس. نحن نعلم إذا حصل مشكلة في مضيق باب المندب فده معناه يعني أن هناك توقف لحركة الملاحة داخل قناة السويس، وبالتالي فإن الاهتمام بدولة زي جيبوتي وعلاقات سياسية واقتصادية قوية بين البلدين أعتقد يعني هتجعل للدولة المصرية استقرار واقتصاد يعني قوي داخل منطقة قناة السويس. طيب دكتور عبد المنعم، في هذا الإطار بالتحديد تم توقيع مذكرة تفاهم ما بين الجانب المصري والجانب الجيبوتي حول إنشاء منطقة لوجستية في جيبوتي، وقعتها عن الجانب المصري الوزيرة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة وأيضا السيد محمود علي يوسف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي. إنشاء منطقة لوجستية ما الذي يمثله إلى مصر في هذا الظرف وفي هذا الوقت الراهن وفي التخديم على قضاياها وعلى أفكار الدولة المصرية؟
هو اولا تم توقيع عده اتفاقيات من بينها واعتقد انها من اهم اتفاقيات هذه واحده من هذه المذكرات نعم تمام مذكره التفاهم او الاتفاقيه اللي تمت في انشاء منطقه لوجستيه الاساس ان هناك السفن التي تمر بمنطقه قناه السويس وبممر قناه السويس وايضا بالبحر الاحمر لابد من توفر خدمات لوجستيه لها سواء كان في منطقه قناه السويس او في منطقة هادية زي جيبوتي لأنه عندما نتحدث عن مضيق باب المندب هنجد أنه اليمن النهاردة في إشكالية كبيرة لديها فيها في اضطرابات سياسية واقتصادية موجودة لديها فإذا العنصر الآمن لهذه المنطقة هي منطقة جيبوتي إقامة منطقة لوجستية بلا شك أنها هيخدم المصالح المصرية وأيضا المصالح الجيبوتية من خلال زيادة حجم السفن التي تمر بالبحر الأحمر ربما نسمع عن هذا وعن هذه الأفكار والاتجاهات دكتور عبد المنعم من خلال المؤتمر الصحفي والذي سيعقد بعد قليل ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جيبوتي ومن خلال زيارته إلى مصر. لكن على كل أحوال دكتور عبد المنعم كيف يمكن البناء على التطور الاستراتيجي والتطابق في وجهات النظر ما بين الدولتين؟ التطابق اولا يعني العلاقات المصريه الجيبوتيه علاقات ممتده تطابق في كثير من القضايا. عفوا دكتور عبد المنعم اعتذر عن هذا الانقطاع وانتقل مباشره الى قصر الاتحاديه لنقل وقائع المؤتمر الصحفي ما بين الرئيسين. تفضل استريح. أخي العزيز فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة، السيدات والسادة، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم اليوم في بلدكم الثاني مصر، وهي الزيارة التي تأتي استمراراً للتواصل والتنسيق المستمر بيننا على مختلف الأصعدة الثنائية والإقليمية ومتابعة لنتائج مشاورتنا الأخوية التي تمت خلال زيارتي التي اعتز بها كثيرا إلى جيبوتي في شهر مايو من العام الماضي، وهو التواصل الذي يؤكد على ما يجمع بلدينا من علاقات استراتيجية ممتدة على كافة الأصعدة مدعومة بإرادة سياسية قوية ومتبادلة للارتقاء بها وتعزيزها، خاصة وأن أوجه التعاون الثنائي خلال الفترة الأخيرة قد شهدت خطوات نوعية مهمة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها. لقد اتسمت محادثات اليوم مع أخي فخامة رئيس جيلة بالصراحة والشفافية، وعكست مدى تقارب وجهات النظر بيننا حول الكثير من الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث استعرضنا كافة أوجه التعاون القائمة بين بلدينا خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكيفية تطويرها لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين بلدينا. وفي هذا الإطار تابعنا خلال المشاورات التقدم المحرز في مشروعات التعاون الثنائي بين بلدينا، واتفقنا على أهمية العمل المشترك نحو توفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المتبادلة ومساهمة الشركات المصرية في جهود التنمية الاقتصادية في جيبوتي وجهود افتتاح فرع بنك مصر هناك خلال الفترة المقبلة، وأكدنا على ضرورة الدفع قدما لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وجهود إنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي، هذا بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات النقل وربط المواني، وتابعنا الجهود الرامية إلى تسيير خط طيران مباشر بين القاهرة وجيبوتي، إلى جانب التعاون المشترك في مجالات الصحة والتعليم بالإضافة إلى التعاون في مجال مكافحة الفكر المتطرف وتأهيل الدعاة.
عبر نشر قيم الإسلام الوسطية من خلال المؤسسات الدينية العريقة بالبلدين وعلى رأسها الأزهر الشريف. كما أعدت التأكيد على التزام مصر بالاستمرار في دعمها لأشقائها في جيبوتي، والعمل على توفير التدريب وبناء القدرات والكوادر في مختلف المجالات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية. على جانب آخر، فقد تطرقنا إلى تطورات ملف سد النهضة والتأكيد على ما تتحلى به مصر من إرادة سياسية تهدف إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب، بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي استناداً إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن. كما تناولنا الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر، والتي حظيت بأولوية كبيرة خلال مناقشاتنا اليوم. في ضوء ما تحتويه من بؤر توتر من الواجب احتواؤها، فضلاً عن العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في تلك المنطقة المهمة من قارتنا، إضافة إلى تكثيف التعاون والتنسيق بين مصر وجيبوتي فيما يتصل بأمن البحر الأحمر. وعدنا التأكيد على مسؤولية الدول المشاطئة عن صياغة كافة السياسات الخاصة بذلك الممر المائي الحيوي من منظور متكامل يأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية والأمنية. وأخيراً، فقد تباحثنا حول سبل استضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في نوفمبر 2022، وحرصنا على التعبير خلال تلك الرئاسة عن تطلعات دول قارتنا في هذا المجال. أخي فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة، أعرب لكم مجدداً عن امتناني لتشريفكم الكريم وتقديري لمباحثتنا البناءة اليوم، التي أكدت حرصنا المتبادل على دفع التعاون الثنائي بين بلدينا تحقيقاً لمصالحنا المشتركة، متمنياً لكم ولشعب جيبوتي الشقيق مزيداً من التقدم والاستقرار. شكراً. تفضل فخامة الرئيس. شكراً. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لمن دواعي سعادتي البالغة أن أتواجد اليوم في قاهرة المعز، وأود أن أشكر فخامتكم على حفاوة الاستقبال التي حظينا بها منذ أن وطأت أقدامنا أرض الكنانة، وعلى حسن الوفادة وكرم الضيافة المعهودة عن بلدكم العزيز وشعبكم الكريم. أخي فخامة الرئيس، إن تواجدي اليوم هنا وسط أشقائي في مصر بعد شهور من زيارتكم التاريخية لبلدكم الثاني جيبوتي يعكس ما يجمع بين بلدينا الشقيقين من روابط أخوية متبنية وعلاقات استراتيجية راسخة على كافة الأصعدة. كما يتدرج في إطار الحرص المشترك والإرادة السياسية القوية المتبادلة للارتقاء بأوجه التعاون الثنائي ودفعه نحو آفاق أرحب وأشمل، فضلاً عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. لقد أجريت مع أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي محادثات بناءة ومثمرة، حيث تناولنا سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية على المستويات كافة، كما تبادلنا الرؤية ووجهات النظر حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. قد اتفقنا على أهمية الانطلاق بعلاقات البلدين إلى آفاق جديدة رحبة من خلال تطوير أطر التعاون في شتى المجالات والميادين
ذات الأولوية، وفي مقدمتها المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والصحية والسياحية والأمنية والثقافية، وقطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية وبناء القدرات، بما يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين الشقيقين. وعلى الصعيد الإقليمي أكدنا على أهمية تفعيل التعاون لإرساء الأمن والاستقرار الإقليميتين، والعمل على تعزيز المصالح المشتركة والتخفيض وتحقيق التكامل. ولا يفوتني في سياق الدور القيادي لجمهورية مصر العربية الشقيقة أن أجدد التبريكات لأخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة اختيار مصر لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 27 في نوفمبر القادم، والذي يعكس التقدير العالمي لجهودها في الحفاظ على البيئة ودورها في مواجهة آثار التغير المناخي محليا وعالميا. ونؤكد ثقتنا التامة بقدور مصر وحنكة قيادتها الكريمة لإنجاح القمة المنتظرة. أخي فخامة الرئيس، أود في الختام أن أغتنم هذه المناسبة العزيزة ليعبر مجددا عن سروري بتواجدي هنا اليوم وسط الأشقاء بأرض الكنانة، ولأجدد في الوقت ذات شكري على الحفاوة البالغة التي لقيتها من لدن فخامتكم، متطلعا إلى المزيد من التعاون الوثيق بين بلدينا في الفترة المقبلة بما يلبي تطلعات شعبينا الشقيقين. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله. تابعنا مشاهدينا الكرام وقائع المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، وتابعنا أيضا في كلمة السيد الرئيس ترحيبه بالضيف العزيز على مصر، وأن مصر دائما ما تحمل هموم القارة الإفريقية وتعبر عن تطلعاتها. وتابعنا أيضا في كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية البناء لعلاقات استراتيجية قائمة على تبادل وجهات النظر، على التشاور المستمر والبناء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. تابعنا أيضا في كلمة السيد الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة في كلمته أنه في أرض الكنانة، وما لقاه من حفاوة للاستقبال، وما لقاه من الأشقاء في مصر ومن شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي من احترام متبادل وتطابق في وجهات النظر، واتفاق على أن الدولة المصرية قادرة على ثقتها وحنكتها الكاملة وقيادتها لمؤتمر المناخ كوب 27 والمزمع أن يعقد في الدولة المصرية في نهاية العام الجاري. تحدث أيضا السيد الرئيس الجيبوتي عن أنه في قاهرة المعز لاقى الود وحفاوة الاستقبال وحسن الوفادة المعهود دائما عن الشعب المصري والمعهود دائما عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وما يمثله من حضارة عظيمة وحضارة ممتدة وضاربة بجذورها في أعماق التاريخ. تحدث أيضا السيد الرئيس الجيبوتي عن أنه بعد شهور من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية لجيبوتي في العام الماضي، وأن هذه الزيارة تعكس ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط متينة وعلاقات استراتيجية راسخة. أكد كذلك الرئيس الجيبوتي أن هناك حرص مشترك وأن هناك إرادة سياسية واحدة للتعاون المثمر والبناء والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتناول أيضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات الفنية والثقافية والزراعية والاجتماعية والاستثمارية. وأيضا اتفق الجانبان من خلال كلمة الرئيس الجيبوتي على الانطلاق بالعلاقات المصرية الجيبوتية إلى أفاق أرحب وتنوع في المجالات وتنوع في
التبادل للرؤى والتشاور حول القضايا الجوهرية، سواء بقى في المجالات الصحية، في المجالات الاقتصادية الاستثمارية والمجالات السياحية، وكذلك المجالات الأمنية والثقافية والطاقة والنقل واللوجستيات، وبناء القدرات لمرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين، وتفعيل التعاون لإرساء الأمن الإقليمي بين الدولتين. تحدث كذلك بعد أن رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضيفه الكريم الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة عن الأفاق الأرحب، عن ما يمكن أن تنطلق به العلاقات المصرية الجيبوتية من بناء لقدرات السلام، من العيش المشترك، من العلاقات المتميزة السياسية التي تربط مصر وجيبوتي. وهذه العلاقات شهدت تطورا ملحوظا من خلال تبادل الرؤى، من خلال تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية. العلاقات المصرية الجيبوتية بدأت منذ العام 1977، لكن مؤخرا شهدت هذه العلاقات تطورا ملحوظا وكبيرا من خلال ترأس مصر للاتحاد الإفريقي في عام 2019، وكانت مصر دائما وأبدا ما تقدم الدعم والمشورة والفكر المستنير لكافة الدول الإفريقية، لكن كانت تقدم لدولة جيبوتي كل الدعم الفني، سواء من خلال الدورات العسكرية، من خلال بناء القدرات الفكرية والثقافية، مكافحة التطرف والإرهاب، التعاون القائم في هذا المجال والذي أسهم بشكل كبير في تحقيق رؤى وتحقيق الأفكار المستنيرة من خلال كافة الأمور التي يمكن أن تساهم في المضي قدما بهذه العلاقات إلى أفاق أرحب. لكن على كل أحوال المشاهدين الكرام، ما زالت هذه التغطية مستمرة مع حضراتكم على شاشة التلفزيون المصري. يسعدني أن ينضم إلي عبر الهاتف الأستاذ أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ أشرف، بعد يعني مساء الخير على حضرتك. تم توقيع في حضور الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتي على مذكرة تفاهم، أو ثلاث مذكرات تفاهم، من ضمنها مذكرة لإنشاء منطقة لوجستية في جيبوتي، وأخرى في مجال الطاقة، وغيرها في مجالات الإطار الخاص بتنمية العلاقات المشتركة ما بين البلدين. ما الذي تمثله هذه المذكرات، وكيف يمكن تفعيلها من خلال وضع رؤى وتصور سريع لبناء هذه العلاقات الاستراتيجية ما بين الدولتين؟ مساء الخير لحضرتك والساده المشاهدين. بكل تاكيد قمه اليوم بتاتي في اطار النجاح التي شهدته العلاقات المصريه الاثيوبيه في الاعوام القليله الماضيه، وبلغت ذروتها في العام الماضي عندما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزياره جيبوتي، يعتبره اول زعيم وقائد مصري يزور جيبوتي منذ احداث نوع من تاطير العلاقات المصريه الجيبوتيه. بكل تاكيد قمه اليوم ايضا كمامها مجال واسع من التفاهم والتلاقي بين الزعيمين لبحث تحسين وتعميق العلاقات في المرحله القادمه، وايضا بناء ما تم الاتفاق عليه خلال زياره الرئيس السيسي لجيبوتي في العام الماضي. قضايا رئيسيه وعناوين وقضايا وايضا عناوين رئيسه بالغه الاهميه على مسار العلاقات الثنائيه وفيما يتعلق بمنطقه القرن الافريقي وفي منطقه الشرق الاوسط. اعتقد العلاقات الثنائيه كان لديها حظوه كبيره من الاهتمام والنقاش المعمق بين الزعيمين فيما يتعلق بضروره ان يكون هناك تلاقي وتطابق في المواقف الخاصه بزياره الاستثمارات المصريه في جيبوتي في المرحله القادمه، وتوفير استحقاقات الدعم من خلال التأهيل لمشروعات اقتصادية والاستثمارية في جيبوتي، من خلال توقيع ما يعرف بمنطقة اللوجستية التي تم توقيع اتفاق عليها اليوم بحضور الرئيسين، بالإضافة إلى الاتفاق الخاص بالطاقة، بالإضافة أيضا إلى توفير كل سبل الدعم للأشقاء في جيبوتي في المرحلة القادمة، من خلال أيضا إنشاء بنك مصر، فرع لبنك مصر في جيبوتي، وأيضا توفير اللوجستيات الخاصة بالتأهيل الكوادر في مجالات الطاقة والاستثمار، وايضا التعليم والصحه والبنيه التحتيه في اثيوبيا، خاصه ان اثيوبيا لديها رغبه كبيره في الاستفاده من استلهام نموذج النجاح المصري في مسار التنميه المستدامه والنجاح الاقتصادي الذي حققته مصر في السبع سنوات الماضيه، من خلال نقل كثير من خبرات التعاون في هذا المجال، خاصه في مجال البناء والتشييد والصحه، وايضا مجال التعليم باعتبار ان مصر لديها كثير من القدر الناجحه في السنوات الماضيه، بالاضافه الى الاتفاق على ان يكون هناك ايضا رغبه مشتركه من قبل الزعيمين والقائدين بضرورة أن تستمر مصر في توفير الدعم قدما في إطار التعاون الخاص بالتنمية في أثيوبيا من خلال الوكالة المصرية للتنمية الخاصة بالوزارة الخارجية، من قيمة تقدمه مصر من مشروعات في إطار التعاون الخاص بالتنمية الاقتصادية والتجارية والتعليم والصحة، بالإضافة إلى الفكر الدعوي من خلال
تأهيل كثير من رجال الدين في جيبوتي من خلال الأزهر الشريف، وأيضا التفاهم على أن يكون هناك نشر للدين السمح لما تتمتع به بس بالخصوصية في هذا طيب المجال. سيد أشرف، حاضرة الأزهر الشريف في هذا سيد أشرف، الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال المؤتمر الصحفي، قال إن المباحثات تناولت ملف سد النهضة ورغبة مصر الحقيقية في التوصل إلى حل قانوني ملزم لكافة الأطراف يحافظ على حقوق مصر التاريخية ويحفظ لإثيوبيا أمنها وتنميتها، وأن مصر لا تقف في طريق أحد من أجل تنمية بلاده. بالفعل هناك ثلاث قضايا رئيسية في هذه القمة فيما يتعلق بمنطقة القرن الأفريقي. القضية الأولى هي تواصل تفاهم حول توفير الآلية الخاصة بعلاج قضية سد النهضة من خلال الالتزام المصري وتأييد جيبوتي لهذا الموقف المصري لاتفاق قانوني عادل ملزم في آلية التشغيل لقضية سد النهضة وتوفير الحقوق والاستحقاقات المصرية في التعاون مع السودان وأثيوبيا في المرحلة الحالية وفي المستقبل القريب من خلال التمسك بمجمل المبادئ المصرية في هذه القضية والحفاظ على حقوق مصر الثابتة والتاريخية في قضية سد النهضة ومياه النيل باعتبارها أنها قضية محورية أولتها مصر كثير من الاهتمام خلال السنوات الماضية وتحظى بكثير من التأييد والحاضنة الإفريقية في هذا الشأن، باعتبار أن الموقف المصري موقف عادل قانوني يتمتع بكثير من الأطر التشريعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن، باعتبار أن التمسك الحقوق المصرية في هذه القضية حق أصيل وجوهري. ما زالت مصر ترى أنه لابد أن يكون هناك حل عبر الدوائر والقنوات السياسية توفير الاستحقاقات التفاهم والحفاظ على حقوق مصر وحقوق ايضا السودان في هذا الشان. بالاضافه للقضيه الخاصه في منطقه البحر الاحمر، امن البحر الاحمر كان قضيه بالغه الاهميه حظت بالنقاش من قبل الزعيمين باعتبارها انها قضيه بالغه الاهميه في ضوء التوترات التي تشهدها المنطقه في القاره الافريقيه وايضا الاقليم، وتحتاج لان يكون هناك تعاون دائم امني ومصري بين مصر وجيبوتي في هذا الشان لتوفير استحقاقات الدعم والتفاهم نحو تركيز او تعميق ركائز الاستقرار والامن في منطقه البحر الاحمر، باعتبارها انها تحصد اهميه مصريه ولعبت مصر دورا كبيرا في الحفاظ على منسوب الامن والاستقرار في هذه المنطقه، وضرورة ان يكون هناك تعاون بين دول منطقه البحر الاحمر باعتباره انه شريان حيوي، ترى مصر انه يلعب دورا كبيرا في توفير منسوب الاستقرار. سيد اشرف، ياخذنا هذا الى جانب اخر وهو تصريح الرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر جيلة عن أنه قال تم الاتفاق ما بينه وما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي على الانطلاق بالعلاقات المصرية لرؤى استراتيجية أكثر حرصا وقدرة على تلبية رغبات الدولتين في المجالات كافة. ما هو المتوقع في الانطلاق بهذه العلاقات، وإلى أي مدى يمكن أن تصل هذه العلاقات الثنائية المتميزة ما بين مصر وجيبوتي؟ أي نعترف صراحة أن العلاقات شارت في العامين الماضيين على سبيل الذكر كثير من الاندفاعات القوية نحو إحداث نوع من التلاقي في كثير من فكر وأيضا رغبة القائدين والرؤى الخاصة بالشعبين في المرحلة القادمة من خلال خلق حالة من التلاحم لإقامة مشروعات ناجحة في كلا البلدين وتوفير حاضنة مصرية لجيبوتي في هذه المرحلة للأخذ بيدها نحو إحداث مزيد من طفرة التقدم والتنمية المستدامة في أثيوبيا في المرحلة القادمة، خاصة أن الجانب الجيبوتي لديه رغبة في استلهام تجربة النجاح المصري كما قلنا، ونؤكد على أن مصر أيضا راغبة في ظهور الحواضن التي وفرتها للعودة القوية لمصر في القارة الإفريقية في السبع سنوات الماضية والتي بلغت ذروتها عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019، لعب دورا كبيرا بجعل القارة الإفريقية أحد الدوائر أو عودة الدوائر الرئيسية للخارجية أو السياسة الخارجية المصرية باعتبارها أنها تلعب دورا كبيرا لما لمصر من دور وثقل وحضور في القارة، ولعبت دورا في تأسيس الاتحاد الأفريقي الذي تحول الآن إلى كثير من النجاحات في الآونة الأخيرة بفضل كثير من الأفكار والمبادرات المصرية، واستضافت مصر العديد من المحافل الخاصة بالقارة الإفريقية على مدار السنوات الثلاثة الماضية ولعبت دورا بازغا في إحداث نوع من التنمية الكاملة في القارة الإفريقية، أبرزها ما سوف تحتضنه مصر في شهر نوفمبر القادم الكوبي 27 في إطار الاتفاق المتعدد الدولي أي التعاون الدولي بين الأطراف في مكافحة المناخ، باعتبار ان هذا المؤتمر هو يمثل القاره الافريقيه ومصر توفر كثير من النجاحات لضمان هذا المؤتمر بما له من اهميه وخصوصيه على المستوى الدولي، باعتبار القاره الافريقيه تتضرر كثيرا من قضايا المناخ بالرغم انها ليست المتسبب الرئيسي في قضايا المناخ في العالم، لكن مصر ترى ان الاهتمام بافريقيا
يمثل احد الاركان الرئيسيه في السياسه الخارجيه المصريه باعتبار انها تستمد كثيرا الحضور المصري على المستوى الدولي، ونقلت مصر نجحت في نقل تجارب ايضا افريقيا وقضاياها الى المجتمع الدولي في مجلس الامن للامم المتحده لسنوات طويله، وتسعى مصر لتعزيز العلاقات سواء بشكل جماعي بين دول القاره الافريقيه او حتى على المستوى الثنائي. كان هناك الاسبوع الماضي زياره رئيس السنغال واليوم رئيس جيبوتي، واعتقد القاره تمد يدها للتلاقي وتوفير الحواضر التنمويه الاقتصاديه وايضا علاقات رفيعه متميزه كفؤه مع دول القاره الافريقيه في كثير وعديد المجالات للتعاون الثنائي وحتى على المستوى. سيد اشرف، دعني اتوقف معك هنا امام يعني جانب من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الجانب المتعلق بمكافحه الارهاب ومكافحه الافكار المتطرفه وبناء السلام وبناء الإنسان سواء في القارة الإفريقية أو في مصر أو حتى في كل الدول، ودائما ما يتحدث السيد الرئيس عن هذا الموضوع. تحدث في هذا الأمر عن أن الأزهر الشريف دور كبير في مكافحة الأفكار المتطرفة وشرح صحيح الدين الإسلامي من ويعني تنقيته من كافة المغالطات التي من الممكن أن يتبناها بعض الناس في إفريقيا أو في أي مكان من العالم. ما هو الدور المنوط بالأزهر الشريف في شرح صحيح الدين في قارتنا الإفريقية أو في ما نتعامل به بشكل يومي؟ دعني أقول في هذا الشأن أن التجربة المصرية خلال السبع سنوات الماضية كانت تجربة ملهمة استلهمتها كثير من دول إقليم الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، بفضل هذا النجاح الذي تحقق على مدار سبع سنوات من العمل الجاد لاستعادة الأمن والاستقرار ومجابهة الفكر المتطرف لكثير من الأدوات سواء الأمنية أو سواء أيضا الخطاب الديني الذي نجحت فيه مصر ببراعة لتعديل كثير من الأفكار المضللة والسامة في هذا الشأن. وبالتالي التجربة المصرية التي كان يراهن البعض في العالم على أنها سوف تستمر طويلا نتيجة ما حدث 25 يناير ثم أيضا الجامعات الإغريبية وما إلى ذلك، استطاعت مصر بكثير من الثبات والقوة في الحضور وامتلاك الأدوات والمقومات الخاصة بالتفاعل مع هذه القضية لوقت هذه الأفكار الخاطئة وأيضا محاربة الفكر المتطرف بكثير من الجدية والنجاعة والتفوق في إشارة المجتمع الدولي وكثير من دول الإقليم، لأن كل دول الإقليم مقاطبة في هذا الشأن. وبالتالي كثير من الدول التي تواجه كثير من النزاعات والتوترات بسبب الأفكار المضللة وأيضا تفشي وتواجد وتمركز بعض الجماعات المتطرفة في القارة الإفريقية لعبت دورا كبيرا في ضروره تعديل بمد يد التعاون والتلاقي مع مصر استلهام التجربه المصريه، وايضا مد يد التعاون من خلال اتفاقيات واطر تعاون مشتركه عبر اتفاقيات وبطاقات التعاون في هذا الشان لنقل التجربه المصريه وايضا توفير مقومات الاذرع المصريه لمحاربه هذا الفكر المتطرف في القاره الافريقيه من اجل الحفاظ على الامن والثبات والاستقرار في هذه القاره التي تليها مصر الكثير من الاهتمام بشان ركائز الامن والاستقرار في منطقه الشرق الاوسط في القاره الافريقيه. ياتي دور الازهر باعتباره جناح مهم مبالغ الاهميه من خلال الخطاب الدعوي وتغيير الخطاب الديني ودور كبير من نشر الفكر المستنير العادل الذي يوفر الهامات للنجاح لتغيير الافكار الشاذه والارهابيه في هذه القاره باعتبار الازهر حاضنه للمسلمين في العالم قاطبه، وبالتالي من خلال هذه الاتفاقات وهذا التعاون تقوم مصر على المستوى الرئاسي وايضا على مستوى القياده ومن خلال الازهر بتقديم الاسهامات الناجحه في هذا الشان من خلال تقديم الدعاه وايضا الافكار المستنيره لمحاربه هذا الفكر الضال بكثير من المقومات والادوات التي تمتلكها مصر باعتبار التجربه المصريه هي الالهام وهي النموذج المستلهم في ضروره مكافحه هذا الفكر وحققت نتائج ايجابيه على مدار السبع سنوات، وبالتالي اصبحت مصر تحظى بالرياده والتفوق في هذا الشان. ومن هنا نجد رغبة كثير من دول القارة الإفريقية ودول الشرق الأوسط وتزيد التعاون ووتيرة ومنسوب التلاقي مع مصر بإمكانية توفير كل مقومات مواجهة هذا الفكر الضال في نفس الوقت، وأيضا الاستعانة بالأزهر باعتبار أنه يمتلك خطاب دعوي معتدل بناء يسعى لحماية الشعوب والأفراد ويكافح ويناهض الأفكار المتطرفة المضللة من أجل حماية الشعوب والأوطان باعتبار أن الركيزة الأساسية لمصر القارة الإفريقية في الشرق الأوسط هي الحفاظ على الدولة المواطنية لدول إقليم الشرق الأوسط. ودي كانت فكرة الدولة المصرية منذ البداية، لكن سيد أشرف دعني أعود معك قليلا إلى الوراء. منذ خمسينيات القرن الماضي وتحمل الدولة المصرية بقادتها المختلفين ويعني التسلسل في القيادة السياسية في مصر، ومصر تحمل على عاتقها هموم وطموحات القارة الإفريقية بداية من حركات التحرر والتي بدأت باعتراف مصر والمساهمة في حركات كثير من الدول الإفريقية. هل هذا الامتداد ما زال مستمرا من يعني أن مصر تحمل هموم القارة وطموحاتها
وتعبر عنه بصورة حقيقية وإيجابية أمام المجتمع الدولي؟ كل تأكيد، على مدار 50 عاما وأكثر كانت القضايا القارة الأفريقية، وكانت القارة الأفريقية عنوان وركيزة أساسية في دوائر السياسة الخارجية المصرية، باعتبار أن مصر ترى أنها من خلال دورها وحضورها وتوفير الحوار للقارة الأفريقية بفضل زعامتها منذ إدريس عبد الناصر مرورا برئيس عبد الفتاح السيسي الآن وما بذله في 7 سنوات الماضية للإعلاء من الشأن الأفريقي، حظت بكثير من الثقة والثبات وأيضا القبول والمصداقية في القارة الأفريقية. لا تنسى العام الذي تولت فيه مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2019 كان عام ملهم للقارة الأفريقية، شهد نشاطها على المستوى الدولي وفي مجلس الأمن ولدى المنظمات الدولية وحتى داخل القارة من خلال أفكار ورؤى مصرية جاذبة لعبت دورا كبيرا في تغيير فكر وأنماط الحياة الكريمة داخل المجتمعات الأفريقية، لما قدمته مصر من مبادرات بناءة كريمة فيما يتعلق بالتنمية داخل القارة، محاربة الفقر ومحاربة الصحة ومحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى نقل التجارب المصرية الناجحة في هذا الشأن، على سبيل المثال ما يعرف في معالجة فيروس سي وما قدمته مصر في هذا الشأن، ما يعرف به أيضا بمكافحة كوفيد 19 وما تقدمه مصر من الأدوية وأيضا نقل التجربة الصحية وتوفير المستلزمات وكل ما يتعلق بالرعاية الصحية للقارة الإفريقية خلال الأعوام الثلاثة أو العامين الماضيين، ناهيك عن أيضا التجربة المصرية في حياة كريمة التي نقلتها مصر من خلال إخوات مجموعة من المشروعات المشتركة والثنائية وحتى الجماعية مع القارة الإفريقية، هناك امتداد واسع لحزمة كبيرة من المشروعات في مجالات الصحة والتعليم ومكافحة الإرهاب والكهرباء والبنية التحتية وإقامة السدود، وبالتالي ستظل إفريقيا أحد الركائز الأساسية للنجاح السياسة المصرية على المستوى الإقليمي والدولي لما لديها من مقومات ومؤهلات القوة والحضور وتوفير الحواضن من النجاح والاستقرار بفضل قوة وتمركز في موضع مصر في القارة الإفريقية وفي إقليم الشرق الأوسط. ومن هنا هي حلق الثقة الموجودة لدى الزعماء والقادة الأفارقة وأيضا الحضور المتتالي لمصر، أعتقد أنه يمثل درجة كبيرة من النجاح باعتبار مصر تمثل القبلة الرئيسية للقارة الإفريقية. هنا تأتي الزيارات المتتالية والاعتماد الإفريقي وحتى الإقليمي على مصر باعتبارها أنها تمتلك كل هذه المقومات وهذه المؤهلات التي تستطيع تغير من مجرى ومسار الحياة الكريمة وتوفير حواضن الأمن والاستقرار للقارة الإفريقية من خلال المبادرات ومن خلال الإفهام السياسي والدبلوماسي الرئاسي ومن خلال أيضا قوة التمركز والتماطع وحجم وقوة الدولة المصرية. إذن هي فكرة البناء والتنمية سيد أشرف، البناء بناء الإنسان، يعني ربما وحضرتك تتحدث يفتخر المرء المصري وأفتخر أنا بأن الدولة المصرية دائما ما تدعو إلى الدولة الوطنية وفكرة الحفاظ على الدولة الوطنية، وأن مصر لم تكن في يوم من الأيام دولة غازية ولم تكن دولة يعني تتدخل في شؤون الآخرين ولم تكن، بل بالعكس كانت الدولة المصرية وما زالت وستظل على انتهاج هذه السياسة، السياسة الخارجية التي لا تتدخل في شؤون الآخرين والتي تعمل دائما على مساعدة الغير وعلى مساعدة الدول والأشقاء دون من منها ودون أن تقول أنها قدمت المساعدة، لكن مصر تقوم بهذا الدور إيمانا منها بدورها الهام وإيمانا منها بأهميتها، وأن هذا يعني ربما يكون على عاتقها أنها تحمل كافة هذه الهموم وتحمل أيضا هذه الطموحات. مصر تبني منذ وقت طويل هذه العلاقات المتميزة سيد أشرف، كيف يمكن أن يعني نصل بهذه الصورة وأن نعلم شعوب القارة الأفريقية أن الدولة المصرية تقدم يد الدعم والعون دون مقابل من أحد؟ كل تأكيد هناك تاريخ حافل في هذا المجال على مدار 6 عقود، هناك صفة رئيسية للسياسة الخارجية المصرية في القارة الإفريقية وفي إقليم الشرق الأوسط وحتى في علاقاتنا الثنائية والجماعية مع كثير من قارات ودول العالم أنها لا تتدخل في الشأن الداخلي للدول، بل بالعكس هي عامل مساعد للحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه الدول وأيضا حاضنة للاستقرار على المستوى الدولي والإقليمي وحتى العالمي. بكل تأكيد هناك ركائز أساسية في السياسة الخارجية المصرية، وهذه الركائز التي جعلت وفرت هذا النجاح للسياسة المصرية على مدار قرون طويلة وبلغت ذروتها في السنوات 7 الماضية من حيث الحضور والتفاهم وطرح المبادرات الخلاقة التي لعبت دورا كبيرا في تغيير حياة الشعوب من أجل أيضا الحفاظ على الدولة الوطنية حتى في إقليم الشرق الأوسط. لا تنسى ما حدث من ثورات الربيع العربي في إقليم الشرق الأوسط وفي العالم العربي وما حدث في القارة الإفريقية في السنوات الأخيرة من الإرهاب والأمراض والتصحر ومن خلال القضايا التي بثت كثير من أمن واستقرار هذه الشعوب. كانت الدولة المصرية حاضرة ومبادئة وتلعب دورة كبيرة في توفير مبادرات خلاقة لإمكانية توفير استحقاقات وحلول الإنجاز والنجاح في مساعدة هذه الدول للأخذ بها إلى بر الأمان، وهذا في حد ذاته يمثل ثقل
وجوهر القوة المصرية، سواء القوة الصلبة أو القوة الناعمة، من حيث تمكين وتوفير وتمكين علاقات كثير من الدول مع بعضها البعض بفضل المبادرات المصرية، بالإضافة للتدخلات المصرية العديدة لتحديد الخلافات داخل القارة الإفريقية وفي إقليم الشرق الأوسط، والحفاظ على الأمن والاستقرار القومي المصري والعربي والإفريقي. أعتقد أن كل هذا الحضور خلال جهود وسنوات وقرون بلغ ثباته في السنوات الماضية بكثير من مبادرات النجاح، وهذا هو الأمر الذي جعل كثير من دول القارة تمتن وتوفر كثير من إشادات الدعم والتقدير للدور الحضور المصري بما لديها من أدوات وأسوأ، ولعبت دورا كبيرا في تقديم منهاج وأسلوب العمل سواء في المستوى الأمني أو الاقتصادي أو التعاون في مجالات التنمية، التعاون في أيضا من تحسين جودة الحياة لكثير من المواطنين ودول القارة الإفريقية من خلال مبادرات خلاقة. كل هذه الطروحات وكل هذا الحضور أسهم بكثير من الزخر في قوة ومكانة التواجد والحضور المصري في القارة الإفريقية، لأن ليست الدولة لا معتدية ولا غازية، بل بالعكس ساعدت وأيضا وفرت كل التحقيقات وركائز استقلال وتحرر الشعوب الإفريقية، وما زالت حتى هذه اللحظة واليوم بتوقيع الاتفاقيات مع جيبوتي يمثل نموذجا للاستلهام المصري في ماديات التعاون في شعوب ودول القارة في النهوض ومستقبل واعد بازح تمتلك فيه مثل كثير من قوة الحضور والأدوات وأيضا المقاومات الخاصة بالنجاحات الاقتصادية والتنموية والصحية والبيئية. وأعتقد أن هذا انعكس بشكل إيجابي على قوة وحضور المصري في القارة الإفريقية باعتبارها دولة ركيزة أساسية تمثل النواة الصلبة لحماية الأمن الإفريقي في المقام الأول. طيب أستاذ أشرف، عفوا، دور آخر هو دور الكنيسة المصرية في القارة الإفريقية، كيف ترى دور الكنيسة المصرية من نشر القيم ونشر التسامح ونشر السلام ما بين شعوب القارة الإفريقية؟ الكنيسة لعبت دورا كبيرا طيله السنوات أو القرون الماضية بكثير من نشر الفكر المعتدل، والكنيسة لديها كثير من الحضور ولديها كثير من الكنائس داخل أثيوبيا وغيرها من دول القارة الإفريقية، خاصة أننا نستمد جزء من نجاح القوى الناعمة والقوى الدينية للكنيسة المصرية والأزهر الشريف داخل القارة الإفريقية. هناك كثير من شعوب ودول القارة الإفريقية تربو بكثير من الامتنان والإشادة بدور الكنيسة المصرية في الحفاظ على الخطاب الدعوي السليم الذي يحافظ على حقوق الأخوة الأقساط والمسيحيين في دول القارة، من خلال أيضا نشر وتقديم أدوات المساعدة والدعم والنهوض والحفاظ على الخطاب الدعوي الذي يلعب دورا كبيرا في تلاقي الشعوب وتوفير روح الأخوة الإنسانية بفضل هذا التعاون والدعم بين الكنيسة والأزهر من ناحية، خاصة أن هناك بالفعل مجالس التعاون المشترك في الداخل المصري وعلى مستوى القارة الإفريقية وكثير من دول العالم، وهناك أيضا مجالات أرحب وأوسع لعبت دورا كبيرا في توفير التحقيقات تمتع بمصر من حيث جاذبية القوى الناعمة بما تمتلك من أدوات للكنيسة والأزهر في نشر هذا الفكر المستنير الذي استطاع أن يولد قناعات لدول القارة الإفريقية بأهمية وحظوظ وثقة الدور المصري بكثير من معدلات النجاح والتأهيل وتغيير الخطاب إلى الأفضل والأحسن، ومواجهة كل ما يعكر دور الكنيسة والأزهر في نشر الفكر المعتدل والحفاظ على حياة واستقرار الشعوب والتعاون المتبادل بين البلدين والمجالين فيما يتعلق بالأزهر والكنيسة مع كثير من دول وشعوب القارة الإفريقية بكثير من التفاهم وأيضا كثير من الانسجام والتلاقي في هذا الشأن. كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم الأستاذ أشرف العشري الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة الأهرام على قراءتك وعلى تحليلك لما تسخر به القارة الإفريقية من خيرات ومن ثروات يمكن أن تنعم بها شعوب القارة الإفريقية. كل الشكر والتقدير لحضرتك. مشاهدين الكرام، يعني ما زالت هذه التغطية مستمرة مع حضراتكم من شاشة التلفزيون المصرية ومن القناة الأولى، والآن نعود بحضراتكم لنعيد على حضراتكم المؤتمر الصحفي ووقائعه والذي تم منذ قليل ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، ونستكمل بعد هذا المؤتمر. أخي العزيز فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة، السيدات والسادة، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم اليوم في بلدكم الثاني مصر، وهي الزيارة التي تأتي استمراراً للتواصل والتنسيق المستمر بيننا على مختلف الأصعدة الثنائية والإقليمية ومتابعة لنتائج مشاورتنا الأخوية التي تمت
خلال زيارتي التي اعتز بها كثيرا إلى جيبوتي في شهر مايو من العام الماضي، وهو التواصل الذي يؤكد على ما يجمع بلدينا من علاقات استراتيجية ممتدة على كافة الأصعدة، مدعومة بإرادة سياسية قوية ومتبادلة للارتقاء بها وتعزيزها، خاصة وأن أوجه التعاون الثنائي خلال الفترة الأخيرة قد شهدت خطوات نوعية مهمة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها. لقد اتسمت محادثات اليوم مع أخي فخامة رئيس جيلة بالصراحة والشفافية، وعكست مدى تقارب وجهات النظر بيننا حول الكثير من الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث استعرضنا كافة أوجه التعاون القائمة بين بلدينا، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكيفية تطويرها لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين بلدينا. وفي هذا الإطار تابعنا خلال المشاورات التقدم المحرز في مشروعات التعاون الثنائي بين بلدينا، واتفقنا على أهمية التعامل المشترك نحو توفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المتبادلة ومساهمة الشركات المصرية في جهود التنمية الاقتصادية في جيبوتي وجهود افتتاح فرع بنك مصر هناك خلال الفترة المقبلة، وأكدنا على ضرورة الدفع قدما لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وجهود إنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي، هذا بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات النقل وربط المواني. وتابعنا الجهود الرامية إلى تسيير خط طيران مباشر بين القاهرة وجيبوتي، إلى جانب التعاون المشترك في مجالات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى التعاون في مجال مكافحة الفكر المتطرف وتأهيل الدعاة عبر نشر قيم الإسلام الوسطية من خلال المؤسسات الدينية العريقة بالبلدين وعلى رأسها الأزهر الشريف. كما أعدت التأكيد على التزام مصر بالاستمرار في دعمها لأشقائها في جيبوتي، والعمل على توفير التدريب وبناء القدرات والكوادر في مختلف المجالات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية. على جانب آخر، فقد تطرقنا إلى تطورات ملف سد النهضة والتأكيد على ما تتحلى به مصر من إرادة سياسية تهدف إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب، بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي استناداً إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن. كما تناولنا الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر، والتي حظيت بأولية كبيرة خلال مناقشاتنا اليوم، في ضوء ما تحتويه من بؤر توتر من الواجب احتواؤها، فضلاً عن العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في تلك المنطقة المهمة من قارتنا، إضافة إلى تكثيف التعاون والتنسيق بين مصر وجيبوتي فيما يتصل بأمن البحر الأحمر. وعدنا التأكيد على مسؤولية الدول المشاطئة عن صياغة كافة السياسات الخاصة بذلك الممر المائي الحيوي من منظور متكامل يأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية والأمنية. وأخيرا، فقد تباحثنا حول سبل استضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في نوفمبر 2022، وحرصنا على التعبير خلال تلك الرئاسة عن تطلعات دول قارتنا في هذا المجال. أخي فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة، أعرب لكم مجدداً عن امتناني لتشريفكم الكريم وتقديري لمباحثتنا البناءة اليوم التي أكدت حرصنا المتبادل على دفع التعاون الثنائي بين بلدينا تحقيقاً لمصالحنا المشتركة، متمنياً لكم ولشعب جيبوتي الشقيق مزيداً من التقدم والاستقرار. شكراً.
طبعا مشاهدينا الكرام، في هذا المؤتمر الصحفي كلمت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وترحيبه بضيفها الكريم ضيف مصر الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس دولة جيبوتي. وتابعنا أيضا كلمة السيد الرئيس والتي أكد فيها على أن نتائج هذه الزيارة تأتي تمهيدا وبناء لزيارة مصر السابقة ورئيس زيارة رئيس مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في العام الماضي، وتأكيدا أيضا على زيادة الروابط التاريخية التي تربط بين البلدين والبناء نحو أفاق أرحب والأخذ بهذه العلاقات إلى علاقات استراتيجية وبناءة تسهم في البناء والتنمية للدولتين ولشعوب الدولتين. مزيد من التفاصيل والتوضيح والتحليل حول هذه الزيارة الهامة لرئيس دولة جيبوتي إلى مصر ينضم إلينا عبر الهاتف السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، أهلا بحضرتك على شاشة التلفزيون المصري. إذن هي علاقات متميزة تربط ما بين مصر وجيبوتي، يمكن البناء عليها وأخذها لأفاق أرحب في المستقبل القريب كما جاء في تصريحات السيد الرئيس، كيف ترى هذه العلاقات ما بين الدولتين؟ يعني طبعا كما أشار السيد الرئيس، زيارة رئيس جيبوتي لمصر تأتي ردا على زيارة التي كان السيد الرئيس قد قام بها إلى جيبوتي في مايو الماضي. وهذه الزيارة في العام السابق كانت أول زيارة لرئيس مصري لجيبوتي، وجسدت تطلع كل من القيادة المصرية والقيادة الجيبوتية لتعميق العلاقات بينهما في إطار استراتيجي واسع. نعم. موقع جيبوتي الاستراتيجي جنوب مضيق باب المندب يجعل منها من وجهة نظر الأمن القومي المصري ذات أهمية استراتيجية قصوى. تأمين قناة السويس، تأمين المداخل الجنوبية لقناة السويس دوت حضرتك من المصالح المصرية الحيوية، وبالتالي الأمن البحر الأحمر وأمن مضيق باب المندب من أولويات التعاون المصري الجيبوتي. جيبوتي أصبحت خلال الأعوام القليلة الماضية بتلعب دور استراتيجي هام في النظام الدولي. عدة قوى كبرى لها قواعد عسكرية في جيبوتي. بعد القوى الإقليمية بتوطد علاقتها مع جيبوتي. وطبعا نظرا لتاريخ العلاقات بين مصر وجيبوتي، مصر بتتجه بقوة ناحية دعم وجودها بشتى صوره في هذه المنطقة الهامة من المحيط الهندي والقرن الأفريقي. وقد أشار السيد الرئيس في كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جيبوتي إلى المناطق الجغرافية الحيوية من وجهة نظر مصر في إطار التعاون المصري جيبوتي، القرن الأفريقي، البحر الأحمر، الأوضاع في الصومال، الأوضاع في أثيوبيا، موضوع سد النهضة، كلها قضايا حيوية من وجهة نظر المصالح المصرية سواء المصالح الآنية أو في المستقبل بعيد الأمد. وبالتالي هذه زيارة لها أهميتها الاستراتيجية، وطبعا هي بتنبئ بمزيد من العلاقات ومزيد من التعاون والتنسيق والتشاور بين مصر وجيبوتي في كافة المجالات، مجالات الدفاع، مجالات الأمن، مجالات مكافحة الإرهاب. كل هذا حضرتك بيصب في خانة المصالح المصرية. سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد من خلال كلمته وخلال المؤتمر الصحفي على ثوابت في السياسة الخارجية، على ثوابت من شأنها أن تعزز قدرة التعامل والمضي قدما بهذه العلاقات إلى أفاق أرحب. أكد على زيادة الشركات المصرية العاملة في جيبوتي وبناء القدرات ودعم الأشقاء في جيبوتي وأيضا دعم الكوادر. كمان تم الاتفاق على زيادة التبادل التجاري. هذه أمور تحصل وتكون ما بين دولتين شقيقتين وما بين أشقاء في كل الدول، لكن جيبوتي دولة عربية وكما ذكرت لها خصوصية في السياسة الخارجية المصرية
وهذا ما دعا أن يكون هناك مذكرة تفاهم ما بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الجيبوتي، بالإضافة لمذكرات التفاهم الأخرى. ما هي المجالات التي من الممكن أن تعزز قدرة مصر وجيبوتي على الانطلاق بالعلاقات المصرية الجيبوتية إلى أن تكون علاقات استراتيجية وعلاقات خاصة ومتميزة؟ يعني بداية السمة الأساسية في من ناحية تاريخية في العلاقات بين مصر وجيبوتي هي في واقع الأمر علاقات ذات طابع استراتيجي في المقام الأول. مصر طبعا تدرك من فترة بعيدة تدرك الأهمية الكبرى لموقع جيبوتي، ولكن خلال الأعوام الماضية تم تعزيز العلاقات، وجاء بزيارة السيد الرئيس في العام الماضي لجيبوتي لتؤكد أن مصر أصبحت تبدي اهتماما أكبر في إطار الدائرة الأفريقية في سياستها الخارجية للأوضاع في القرن الأفريقي بصفة عامة، ولترسيخ علاقتها مع عدد دول صديقة في القرن الأفريقي كجيبوتي وإريتريا حتى مع والصومال وحتى مع أثيوبيا، بالرغم من الخلافات القائمة حول سد النهضة، لكن مصر تنظر إلى القرن الأفريقي أنه هو جزء لأمنها، لا ينفصل عن أمنها قومي. كلما استقرت الأوضاع الأمنية والأوضاع السياسية والفرص التنموية خدت حظها حضرتك على أرض الواقع في هذه المنطقة، منطقة القرن الأفريقي، أي في هذه المنطقة الهامة من أفريقيا القرن الأفريقي، كلما ذلك انعكس إيجابا على 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 مصر، سواء من ناحية الأمنية أو من ناحية الدفاع أو من ناحية الأمن بصفة عامة، وده من القضايا اللي بتهم السياسة الخارجية المصرية اللي هو تعزيز الأمن في ربوع القارة الأفريقية. سيادة السفير، أخيرا، ملف سد النهضة ورغبة مصر في التوصل لحل قانوني ملزم، هذا ما أكد عليه الرئيسين في هذه المباحثات. حضرتك يعني طبعا يعني في كل فرصة يلتقي فيها السيد الرئيس بأحد قادة القادة الأفارقة، السيد الرئيس بيحرص على تأكيد ثوابت الموقف المصري بالنسبة لسد النهضة، إن مصر مع بتؤيد تماما تطلعات أثيوبيا في التنمية وفي توليد الطاقة، ولن تقف أبدا حجر العثر أمام تنفيذ هذه الخطط، لكن دون أن يمس ذلك الحصص حصص مصر في النيل الأزرق في إطار اتفاق تتوصل إليه الأطراف الثلاثة مصر وأثيوبيا والسودان، ويؤطر لمصالحهم ويؤمن مصالحهم الثلاثة في الاستخدام الأمثل والآمن لموارد النيل الأزرق. وكل الدول من الممكن أن تستخدم هذه الأمور لخدمة يعني قضاياها وتنميتها. شكرا جزيلا وكل الشكر والتقدير لضيفي الكريم السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. ما زالت تغطيتنا مستمرة مع حضراتكم، يضم إلي عبر الهاتف مرة أخرى الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع. أستاذ أكرم، أهلا بك على شاشة التلفزيون المصري. ما الجديد الذي تابعته في هذه القمة ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية جيبوتي وزيارته إلى مصر في هذا الوقت سيد أكرم؟ طبعا هو مصر ترفع شعار الشراكة والتعاون مع أفريقيا بشكل واسع وتوسع علاقاتها بشكل دائم. جيبوتي يعني أولا لها موقع استراتيجي مهم جدا على البحر الأحمر، ومهم جدا فيما يتعلق بالتعاون في إطار تأمين البحر الأحمر وأمن البحر الأحمر كشريان في طريقه إلى قناة السويس وإلى العالم، وبالتالي فهي مكان استراتيجي جدا. فيما يتعلق بالتعاون أعتقد أنه في جديد كثير. أولا المنطقة اللوجستية المصرية لجيبوتي، التعاون فيما يتعلق بفتح فروع لبنك مصر، التعاون فيما يتعلق بالطاقة وبالتنسيق السياسي وبال الصناعة والبنية الأساسية، يعني أعتقد أنه في يعني تفاصيل كثيرة، وفرع البنك مصر زي ما احنا قلنا وخط طيران مباشر إلى جيبوتي، كلها تأكيد لفكرة فتح أبواب التعاون والشراكة وزيادة التبادل التجاري طبعا
سيادة العلاقات الاقتصادية، تمكين العلاقات السياسية، التشاور السياسي فيما يتعلق بأمن البحر الأحمر وغيره، في يعني أنشطة كثيرة وتفاصيل كثيرة يمكن التعاون فيها، أنه المواني والبنية الأساسية فيما يتعلق بالمواني أمر يخص ويهم. نعم سيد أكرم، هل تسمعني؟ أفريقي. نعم أمن سيد أكرم، على كل الأحوال سيد أكرم، كنت أود أن أسألك عن تصريح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أن ملف سد النهضة ورغبة مصر في يعني أن يكون هناك قرار ملزم لمصر وأثيوبيا والدول التي تطلع بأهميتها وبقراراتها، أن يكون هناك قرار وأن يكون هناك قانون ملزم للدولة المصرية وللدولة الإثيوبية، كيف تبعت هذا التصريح؟ سيد أكرم، كنت أتحدث عن ملف سد النهضة وتصريح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أن يعني خلال هذا المؤتمر وخلال هذه الجولة تم التفاوض وتم الحديث عن ملف سد النهضة وأهمية هذا الملف لكلا الدولتين. طبعا ملف سد النهضة ملف مهم ومصر لديها تصور واضح في هذا السياق، لأنه يتعلق بمصر حريصة على تنمية إثيوبيا لكنها حريصة أيضا على حق مصر والسودان كدول مصب في مياه النيل، وأنه مصر ترفع شعار التعاون والشراكة على اعتبار أنه الأفضل فيما يتعلق بمشروعات التنمية المشتركة أو مشروعات التنمية بشكل عام، وبالعكس مصر بتقدم تجارب في هذا الأمر بأنها مع التنمية في إفريقيا، بتقيم شركات مصرية بتقيم سد ميريري في تنزانيا، في تعاون في جنوب السودان، مشروعات مشتركة مع السودان ومع الدول حوض النيل لتنمية النيل ومشروعات متعددة، ففكرة التعاون هنا أفضل من الصدام أو الحلول الفردية، هذا ما تؤكد عليه مصر، ومصر تمسكت كثيرا بصبر استراتيجي شديد ولديها يعني رغبة كبيرة في فتح آفاق التعاون مع دول أفريقيا بشكل عام ومع دول حوض النيل بشكل مؤكد، فأعتقد أنه جزء مهم جدا من التأكيد على هذه التفاصيل اللي بتتماشى مع القانون الدولي ومع المواثيق الدولية ومع الأعراف الدولية كلها، الحقيقة مصر تلتزم بها وتطالب الأطراف المختلفة، لأن ده أكثر ضمانا أولا للأمن والاستقرار في إفريقيا، وفي نفس الوقت لضمان مصالح كافة الأطراف بشكل أكثر. طيب سيد أكرم، لو تحدثنا عن جزء آخر وهو إنشاء منطقة لوجستية في جيبوتي، ما الذي تمثله إنشاء هذه المنطقة بالنسبة لمصر وإلى جيبوتي؟ ده مهم جدا، لأن احنا عارفين أن مصر يعني بتفتح آفاق وبتفتح آفاق التعاون التجاري والاقتصادي مع دول أفريقيا بشكل عام، فالمنطقة اللوجستية تعني تعاون فيما يتعلق بالتبادل التجاري، فيما يتعلق بالصناعة، فيما يتعلق ب أن منطقة تستطيع أن تكون جسر بين أفريقيا والدول المختلفة، وزي ما احنا عارفين أن جيبوتي لها موقع استراتيجي على البحر الأحمر، فكرة المواني، فكرة خطوط النقل البحري، كل دي أمور مهمة، فالمنطقة اللوجستية في إطار التعاون الاقتصادي لها ميزات مهمة، واحنا عارفين أن مصر يعني جسر بين أفريقيا وأوروبا وآسيا بحكم الموقع وبحكم التأثير، وبناء عليه يكون هذا الأمر في غاية الأهمية، لأن مصر دائما بتطمح إلى أن يكون كل الأطراف تحقق مصالحها وتستفيد بشكل واضح، وأن التعاون والشراكة قادران على صياغة علاقات اقتصادية وضمان حقوق كافة الأطراف ومصالحها بشكل متزايد. طيب سيد أكرم، لو تحدثنا عن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها ما بين الجانبين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إسماعيل عمر جيلة، مذكرة تفاهم في مجال الطاقة والموارد المتجددة، مذكرة تفاهم في المنطقة اللوجستية، ومذكرة تفاهم ما بين وزيري خارجية البلدين، ما الذي تمثله هذه المذكرات الخاصة بالتعاون الثنائي بين البلدين؟ أولا الاتفاقية السياسية للتنسيق السياسي، واحنا عارفين الموقع الاستراتيجي والعلاقات القوية اللي بتربط مصر وجيبوتي، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي كان أول رئيس مصري يزور جيبوتي بعد استقلالها سنة 77،
وفي نفس الوقت فالمواقف السياسية وتنسيقها مهم جدا. في نفس الوقت المنطقة اللوجستية بالتأكيد زي ما احنا أشارنا جسر للتعاون الاقتصادي، جسر دي يربط أفريقيا بمصر بأفريقيا بجيبوتي بالخطوط النقل وخطوط المواني طبعا فكرة الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطاقة بشكل عام دي برضو مصر لديها اهتمام واضح بهذا الأمر واهتمام واضح بالطاقة المتجددة اللي أفريقيا تستطيع أن تحقق فيها نتائج مهمة، ومصر لديها تجربة في هذا الأمر يمكن أن تقدمها فيما يتعلق برفع القدرات أو تقديم خبراتها في هذا الأمر، خاصة أن مصر ستستضيف اتفاقية المناخ كوب 27 في نوفمبر القادم في شرم الشيخ. ودي برضو جزء مهم جدا من الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة القادرة على تقليل الاحترار وتقليل التغيرات المناخية. كان في تصريح النهاردة أستاذ أكرم عن الرئيس السيسي قال أنه محادثات اليوم اتسمت بالشفافية وبالصراحة وعكس التقارب في وجهات النظر ما بين الدولتين. مصر دائما ما تدعو إلى السلام وتدعو إلى المساواة وتدعو إلى العدل وتتبنى قضايا القارة الإفريقية امتدادا لتاريخها الطويل في هذا المضمار وفي هذا الأمر. ما الذي يمكن أن تقدمه مصر مرة أخرى سيد أكرم إلى قارتها الإفريقية، إلى جيبوتي، إلى معظم وكل الدول الإفريقية؟ مصر بتطرح دائما الشراكة والتعاون أولا، ده شعارها الدائم في أفريقيا، ده أمر الفخر. الجزء المهم فيما يتعلق بهذا الأمر أنه مصر لديها مبادرات طول الوقت لحل القضايا المختلفة في أفريقيا، سواء داخل الدول الأفريقية أو بين الدول الأفريقية وبعضها البعض، وبالتالي فده سياق مهم ضمان الأمن في القرن الأفريقي، أمن في غرب أفريقيا، مواجهة التطرف، مواجهة هذه التفاصيل. ففكرة الشفافية وطرح التفاصيل والمعلومات دي جزء مهم جدا لبناء علاقات متوازنة وقابلة للنمو والتوسع، وفي نفس الوقت مصر لا تتوانى عن تقديم مبادرات، عن تقديم أفكار، عن تقديم محاولات لإعادة بناء العلاقات المصرية الأفريقية أو العلاقات المتعددة في أطر مختلفة. نعم سيد أكرم. طيب سيد أكرم، لو تحدثنا عن ما تقدمه مصر من دعم فني ودورات عسكرية داخل منشآتها ومعادها العسكرية وكوادرها، وده طبعا اللي أكد عليه برضو الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء القدرات ودعم الأشقاء في جيبوتي ودعم الكوادر، كيف يمكن يعني أن نقرأ هذه التصريحات الهامة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ مصر طول الوقت بتقدم أفكارها وبتقدم خبراتها، وفي نفس الوقت في مبتعثين من جيبوتي ومن الدول الأفريقية المختلفة سواء في الأزهر أو في الكليات المختلفة ضمن المنح اللي دائما بتقدمها مصر أو في الكليات العسكرية، وده في بناء القدرات مصر لا تتأخر أبدا عن تقديم خبراتها باستضافة الطلاب الأفارقة الأشقاء أو إعادة بناء القدرات فيما يتعلق بتقديم يعني الوكالة المصرية للتنمية اللي بتتعامل مع الدول الأفريقية عامة ومع دول مختلفة. فجيبوتي من الدول القريبة لمصر طوال الوقت، في طلاب ومبتعثين زي ما احنا قلنا دارسين في جامعات مختلفة، فده جزء مهم جدا من ما تقدمه مصر للدول الأفريقية الشقيقة. تمام. جانب آخر سيد أكرم وهو متعلق بالقوة الناعمة، على امتداد تاريخها والقوة الناعمة كان لها الدور الكبير والأبرز في يعني التعريف بالقضايا الإفريقية والتعريف أيضا بما تتبناه مصر من سياسات وتنتهجه من رؤى تعبر بها عن الجانب أو عن القارة الإفريقية. ما الذي تمثله القوة الناعمة المصرية في قارتنا الإفريقية وتحديدا في منطقة القرن الإفريقي؟ القوة الناعمة المصرية متعددة فيما يتعلق بالثقافة، فيما يتعلق بالثقافة الأفريقية أو الدراسات الأفريقية، فيما يتعلق بالمؤسسات الثقافية والأزهر الشريف زي ما قلنا مدينة البعوث عندنا بتستقبل طلاب أفارقة وغيره. فالقوة الناعمة هنا متعددة الأطراف، ومصر لها تأثير بالغ سواء منذ بداية دعم الاستقلال الأفريقي لمواجهة الاستعمار قبل يعني عقود، وفي نفس الوقت الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعيد بناء وتمكين وتقوير العلاقات مع كافة الدول الأفريقية باعتبار أن أفريقيا من الدوائر المهمة الاستراتيجية المهمة لمصر، اللي هي الدوائر العربية والإسلامية والأفريقية والدائرة المتوسطية التي يؤكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي،
وبالتالي فالقوة الناعمة المصرية هي قوة ناقلة ومستقبلة في نفس الوقت تدعم العلاقات الأفريقية، تدعم الثقافات الأفريقية، بتفتح آفاق للتعاون. الثقافة المصرية أو القنوات المصرية طول الوقت مع الدول سواء اللغة العربية أو غيره، فدي كلها خطوات مهمة في هذا الإطار المتسع للتعاون. طيب سيد أكرم، جانب آخر لو تحدثنا فيه وهو جانب ودور الكنيسة المصرية في القارة الإفريقية، ما الذي يمثله هذا الجانب؟ الكنيسة والأزهر قوتان مهمتان جدا من القوى الناعمة ومن القوى الدينية المؤثرة في القارة الإفريقية. عارفين الكنيسة القبطية هناك كنائس مختلفة تتبعها في الدول الإفريقية، وأظن أنها تقوم مع الأزهر في هذا السياق، سواء في تبادل الخبرات، في البعثات اللي بتتحرك، في الدراسة، في تقديم الأفكار، في تقديم، لأنه البناء السياق الديني المصري المعتدل والتعاون المختلف بين فئات المجتمع والتعدد والتنوع، كل دي أمور مهمة جدا بتقدم صورة للتسامح وصورة لنمط من الثقافة قادرة على التفاعل وقادرة على تقديم الصيغة المتسامحة للشعب المصري بشكل عام، ليست الصيغة الدينية فقط ولكن الصيغة الثقافية وفكرة التسامح المجتمعي وقدرة التعايش المصرية، كلها تجارب مهمة في هذا السياق. كل الشكر والتقدير الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، شكرا جزيلا لحضرتك. تابعنا مشاهدين الكرام على مدار الساعات القليلة الماضية وقائع الاستقبال الرسمي لرئيس دولة جيبوتي الدولة العربية والعضو في جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي. تابعنا هذه الوقائع وتابعنا المؤتمر الصحفي وتوقيع مذكرات التفاهم، وتابعنا أيضا عمق هذه العلاقات من خلال تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي على عمق هذه العلاقات والروابط التاريخية التي تربط ما بين الدولتين والتي بدأت منذ العام 1977. وتابعنا أيضا تصريحات السيد الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة عن أنه في قاهرة المعز لاقى الاستقبال وحفاوة الاستقبال، وأنه تتمتع العلاقات ما بين الدولتين بعلاقات استراتيجية وبناءة، وتم الاتفاق في هذا المؤتمر على الدفع قدما بهذه العلاقات إلى أفاق أرحب. شكرا لحضراتكم لطيب المتابعة، وشكرا لزملائي في الاستوديو، تغطيتنا مستمرة مع حضراتكم على شاشة التلفزيون المصري لوقائع كافة هذه التفاصيل على مدار اليوم. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.